قال لي رامي this is our market, we will not allow anyone to take share of it. والله حرفيا رفضوا يعطوني الكتاب الدخول. فقلت بس والله غير أعمل منظمة حقوقية. ففوجئنا بعد ذلك بأسابيع بإدراج المرصد كمنظمة معادية أو محظور عملها داخل إسرائيل. لذلك أتجنب أن أقوم ببناء علاقات صداقة متينة صحيح, لأنه فعلا الصديق في غزة في أي لحظة ممكن أن يذهب. مؤسسات المجتمع المدني ككل فشلت في الاختبار. هلا احنا بنعرف رامي السقف تبع هذه المؤسسات يعني ما قبل 7 اكتوبر, فبالنسبه لإلي على مستوى حجم شغله وعلى مستوى خطاب رح نجي له, بس انت ليه مستغرب هالقد؟ اقول لك بصراحه, احنا جزء كبير من المنظمات والافراد استسلمنا في البدايه لفكره انه عمليه الاستهداف هي استهداف للمدنيين. انا رامي عبده من غزه, كثير كنت سعيد بهذا اللقاء. يمكن كان في تحفظات في البداية أني أحكي عن جوانب شخصية, لكن أحمد أخذني لمربعات ما كنت بحلم بيوم أحكي فيها, يمكن حتى أسرتي وأهلي ما بيعرفوا فيها. سعيد بهذا اللقاء لا شك, إن شاء الله ما بكون نادم على أي شيء حكيته في هذا اللقاء. وشكرا يا أحمد, وشكرا لكم للمتابعة والمشاهدة. رامي رح تكمل بالعمل الحقوقي طول عمرك؟ يعني إذا في رغبة حقيقية بالنسبة إلي الآن هو أن أترك العمل الحقوقي, وإذا في شيء بدي أعمله بعد ما تخلص الحرب أو العدوان على غزة هو ترك العمل الحقوقي, لأني حقيقة لا أستطيع أن أكون في مكان لا أؤمن فيه. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب, معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز رامي عبده. مؤخرا ما بعد 7 أكتوبر ومع يوميات الإبادة الجماعية اللي شفناها على التلفزيونات, أثيرت أسئلة كتير بتتعلق بالعمل الحقوقي تحديدا ومؤسسات حقوق الإنسان. وأمام الرغبة الغربية الواضحة بإدانة فعليا الفلسطينيين والتغطية على جرائم الاحتلال في مشاهد الإبادة الواضحة أمامنا, انثارت أكثر أسئلة. بعض العاملين حتى في حقوق الإنسان وصلوا لمحل قالوا أنه بيستغربوا وبتسألوا بشكل علني حول جدوى كل دراستهم وعملهم ومسارهم المهني في مجال حقوق الإنسان لمناصرة قضيتنا, لأنه صار واضح أكثر أنه الأرضية اللي واقفين عليها أو الأرضية اللي واقف عليها هذا الخطاب خارج نطاق القيم أرضية غربية بالأكثر. يمكن اليوم بحوارنا هذا رح نخوض بهذه الأسئلة وأكثر لنفهم شو وكيف ممكن نستخدم أو ممكن نستفيد من المجال الحقوقي, مجال حقوق الإنسان بشكل أساسي في فلسطين بمشاهد الإبادة اللي احنا بنشوفها اليوم لنصرة قضيتنا ونصرة شعبنا, بعيدا عن التعويل على مؤسسات أو شكل خطاب أو شكل ممارسة اللي ممكن تودينا لخيبات مثل اللي عشناها بالثلاث شهور هدول. قبل ما أبلش بدي أشكركم مقدما على مشاركتكم هذا المحتوى, على اشتراككم بقناة اليوتيوب, والأهم على مشاركتكم معي أي مقترحات لأفكار مواضيع وضيوف بتحبوا تشوفوها في تقارب. تقارب بفضل مشاركتكم بكون أقرب لجمهوره. وبهيك منبلش. رامي أهلا وسهلا فيك في بودكاست تقارب. أهلا أهلا يا أحمد. أنا يعني كنت بتأمل فعليا يعني في هيك لقاءات هذه الفترة بعملها, كنت بتأمل أنه نقدر نعملها أو كنا نعملها قبل أو بعد, بس يمكن ضرورة الموضوع تفرض علينا أنه نسجل بهذا الوقت. بس رامي يعني كان عندي الكثير من الأسئلة ما قبل 7 أكتوبر, رح يكون في ما بعد 7 أكتوبر الكثير من الأسئلة. فشكرا أول شيء أنه لقينا وقت لنعمل هذا الحوار. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك أحمد, وسعيد جدا أنه بكون في هذا اللقاء, وزي ما حكيت كنت بتأمل أنه يكون في وقت أفضل, لكن بكل الأحوال الحديث معك ويعني والشجون الحديث بالتأكيد مكسب في كل الأحوال. رامي بدك اليوم هيك تساعدني بس نفتح قلبك على الآخر, تمام؟ والموضوع تبعنا إذا ما في, أنا برأيي أنه تجربتك الشخصية أنت فيه هي اللي بتجاوبني على السؤال, بس أنا لأني بعرفها جيت وطرقت بابك يعني. ف بتقارب اول شيء بنبلش احنا من كل الضيف انه عرف نفسك كما تحب غير التعريف اللي موجود
على جوجل عنك، واللي هو ممكن يكون الناس تلاقي مستشار مالي، ناشط حقوقي، خبير حقوقي، والمدير العام ومؤسس المرصد للأردن المتوسط. غير هدول مين رامي عبدو؟ كيف تحب تعرف حالك؟ تفضل. يعني أنا أتمنى أولاً أن يتسع صدرك، لأنه يمكن ما أكون بالراحة المعتادة، ويمكن ما أفضل أنه أحكي بتفصيل فيما يخص شخصي. أنا على الدوام ما بحب أحكي عن حالي، مش من باب يعني شعور أني أنا مختلف عن الآخرين، بقدر ما أنه بعتبر نفسي إنسان عادي. أنا رامي مولود بغزة، عشت حياتي كلها بغزة، وربيت بغزة بشوارع غزة، من التفاح للصبرة لتل الهوى. ما بقدر أعبر حالي في هذا الوقت غير أنه إنسان محظوظ أنه كان من فلسطين ومن غزة على وجه الخصوص، اللي صنعته بشكل أساسي واللي أعطته الكثير. أنا دائما بقولها أنه إحنا اللي صنعتنا فلسطين وصنعتنا غزة، وما في حد بيقدر يقول أنه قدم لفلسطين أو لغزة أكثر مما قدمت له. فإحنا مدينين لأنه هذه المدينة وهذا البلد أعطتنا فرصة اللي لولاها لكان ممكن ما أحكي معك الآن، وما أكون شخص موجود كثير بيعرفوني. فأنا شخص عادي جدا، حاليا مقيم خارج غزة للأسف لأسباب قد نتطرق إليها في أثناء النقاش، لكن يعني مش ملاقي أي فرصة أني أعبر أو أعرف حالي عن أكثر من هذا التعريف. أحمد رامي، أنت وين ربيت في غزة؟ أنا ولدت في حي اسمه حي الصبرة، في شارع اسمه شارع المغربي. استمريت في الحياة هناك لحد الصف الأول الإعدادي، يعني تقريبا عمر 12 سنة. بعدين انتقلنا لحي اسمه حي تل الهوى، بيعرف الناس كثير، أو كان حي الشيخ عجلين. هذه منطقة كانت شبه فارغة. في طفولتي درست في مدرسة للاجئين. أنا بالأصل من مدينة غزة، غزاوي بالمعنى التعريف المواطن، لكن إلي خال كان مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الله يرحمه، الشاعر صالح فروانة، وكان مناضل معروف باليسار، وكان مدير في اتحاد الموظفين. والدتي بالأصل من غزة، لكن والدها نزح إلى حيفا، وبالتالي كان معها بطاقة اللاجئين، لذلك سجلني بشكل مبكر في مدرسة الفلاح، فدرست المدرسة الابتدائية في مدارس اللاجئين، في مدرسة الفلاح الابتدائية. واندلعت الانتفاضة الأولى في خلال وجودي في الصف الخامس تحديدا. منطقة مدرسة الفلاح ومنطقة شارع المغربي كانت ممر لقوات الاحتلال، كان يذهبوا إلى معسكر اسمه معسكر السرايا أو سجن السرايا، ومن سجن السرايا يتوجهوا غربا. ومنطقة الصبرة كانت منطقة إلى حد كبير منطقة مواجهات واشتباكات طوال الوقت، كان هناك عوائل معروفة بمواجهتها للاحتلال، كان عائلة الديري، وهناك يقع أيضا مسجد اسمه مسجد المجمع الإسلامي اللي انطلق منه الشيخ أحمد ياسين بشكل أساسي، وكل المجموعات اللي كانت حوله كانت تنطلق من ذلك المكان. لذلك حقيقة لم يكن فرصة للانتظام في الدراسة في الفصل الصف الخامس والصف السادس تحديدا. ثم ذهبت إلى مدرسة إعدادية اسمها مدرسة الزيتون. هذه المدرسة اللي كانت تقع على شارع الثلاثيني مقابل الجامعة الإسلامية، وكان ممر الجيش الإسرائيلي، قوات الجيش الإسرائيلي تنطلق من سجن السرايا باتجاه المستوطنات الإسرائيلية اللي هي بتقع بشكل أساسي في غرب غزة، أو غرب الساحل، غرب قطاع غزة، غوش قطيف، والمستوطنات، مجمعات المستوطنات الأخرى، كفر داروم، نتساريم. هذا ممر كان يعني عمليا لا أذكر أنه كنا نداوم في المدرسة أكثر مما كنا يعني نخرج للشارع ونتغيب عن المدرسة. وفي مشهد ربما عالق في الأذهان
لزميل كان معي في الفصل، كنا نقف دائما مقابل الجامعة الإسلامية على ممر السيارات والشاحنات. وهذا الطفل اسمه محمود أبو حجر، قنص الاحتلال الإسرائيلي، وكان بجواري، كان أذكر أنه رأسه، جمجمة رأسه جميعا كانت تفتح كما يفتح السطل أو الدلو. ويعني هذا المشهد كان يمر علينا بشكل يومي، لذلك حتى موضوع الدراسة، لأنك سألت على موضوع الدراسة، لم يكن هناك التزام بالمعنى الجاد. جزء مهم من الدراسة كان يحدث في المنازل أو في المراكز التي يخصصها بعض المدرسين أو في المساجد، لكن لم يكن التزام دراسي بالمعنى الحقيقي. الالتزام الدراسي حقيقة كان في المدرسة الثانوية في مدرسة الكرمل، وكان عام 94، وهو العام الأول اللي جاءت فيه السلطة الفلسطينية. لذلك أنا أعتقد أنه من الصف الخامس أو السادس حتى الصف الثاني الثانوي لم يكن هناك التزام بالمعنى الحرفي في المدرسة. وحقيقة لا أكاد أذكر عدد كبير من أصدقائي اللي في المدرسة أو زملاء الدراسة، لأنه يعني عندما كنا نلتقي كأننا نلتقي أول مرة، مرة في الشهر أو مرتين في الشهر. فهذا بالنسبة لسكني. عام 91 كما قلنا انتقلت إلى منطقة تل الهواء أو الشيخ عجلين، وهي منطقة أيضا كانت تعتبر أيضا ممر للقوات الإسرائيلية باتجاه الغرب أو مستوطنات غرب غزة. طب رامي، أنا بعرف تل الهوى بس بعرفش حي الصبر، ممكن تحكي لي عنه ما يعني؟ وانت بتعرف أنا يعني سافرت أو بشبه أشياء ما، بس حكي لنا عنه هيك، مش عن تل الهوى بنشي، أحلى هو من تل الهوى أكيد. غزة بشكل أساسي تنقسم إلى ثلاث أحياء تاريخيا، أو ربما أربع أحياء تاريخيا. الحي الأول هو حي الشاعية، يعرف الجميع، ويقع أقصى شرق غزة، بجواره حي التفاح، يطلق عليه حي التفين. أنا بالأصل من جبل اسمه جبل الشعف، أو منطقة اسمها منطقة التفين، هذه تقع على تخوم التفاح والشجاعية. والحي الثالث هو حي الزيتون، والحي القديم اللي هو حي وسط البلد هو حي الدرج. حي الدرج، حي الزيتون وحي الدرج باتجاه الغرب منطقة كانت منطقة رملية اسمها الرمال، أطلق عليها اسم الرمال. هذه المنطقة الرملية لم تكن يعني مأهولة بالسكان بشكل كبير، لذلك الناس يعني أنا أذكر والدي وجدي كانوا عندما يتحدث أنهم كانوا عندما يقفوا على جبل الشعف وهو أقصى شرق مدينة غزة كانوا يروا البحر. هذا أمر طبعا لم يكن متاح أنه يحدث في سنوات لاحقة. أنشئ حي جديد اسمه حي الصبرة تقريبا نهاية ربما بعد العام 67. هذا الحي قطنته بشكل أساسي أشخاص جاءوا من الأحياء الشرقية لمدينة غزة، وعدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين، بينهم عائلات معروفة من صرفند العمار ومن مناطق مختلفة. هذا الحي يمثل مزيج سكاني، وكان ربما من أكثر الأحياء اشتباكا مع الاحتلال الإسرائيلي في الانتفاضة الأولى. يعني ربما أسماء كثيرة من الشهداء في الانتفاضة الأولى ارتقوا، وأعتقد أنه حتى نواة العمل العسكري الفلسطيني كان موجود هناك، لأنه كان هناك عوائل كبيرة، العوائل يعني عوائل ممتدة، وهذه العوائل ذات سطوة. وأعتقد أنه الفصائل الفلسطينية في ذلك الوقت، سواء القيادة الوطنية الموحدة أو حركة حماس، كان في ذلك الوقت جهاز اسمه الصاعقة الإسلامية، كانوا يحتموا ويعتمدوا بشكل أساسي على العائلات وعلى الدعم الذي تقدمه العائلات، لأنه في ذاك الوقت أعتقد أن العائلات لعبت دور مهم حتى في ممارسة كثير من الأنشطة المتعلقة بالانتفاضة الأولى. لذلك حي الصبرة كان يمثل وجع راس للاحتلال الإسرائيلي. وأذكر أنه الاحتلال الإسرائيلي قرر أن يقيم معسكر للجيش داخل حي الصبرة من أجل التعامل مع كان يسميهم المشاغبين دائما. فكان هناك عمارة كانت تعتبر الأعلى أو الأكثر ارتفاعا في غزة،
وهي عمارة إخزاعة أو عمارة إخزاع مهنة، شخص اسمه إخزاع مهنة كان بنى هذه العمارة على الطابق الثامن. وهذه العمارة لها ذكريات كثيرة صحيح، لأنه الجيش كان عامل معسكر اعتقال فيها ومعسكر تحقيق، وكانت الدبابات الإسرائيلية، وكان الاحتلال الإسرائيلي يأتي بدبابة أو مدرعة إسرائيلية ترشق الحجارة بشكل آلي. هذه الدبابة أعتقد أنها لم تتوقف في يوم من الأيام على اشتداد المواجهات، وكنا نغامر، وكان الشباب كلهم يغامروا أو التحدي الأساسي لعبة الحي. لم تكن لعبة الحي مثلا الشريدة أو الكرة القدم، لكن لعبة الحي من يستطيع أن يقتحم هذا المعسكر ويرقص على الدباب على سبيل المثال، أو يقوم بحرق خيمة للجنود. لذلك هذا الحي هو حي حقيقة خرج منه العشرات بل المئات من الشهداء. يمكن اكتسب أهميته أنه كان في منطقة في هذا الحي، حي اسمه حي جورة الشمس. حي جورة الشمس كان يقع في مقر المجمع الإسلامي أو المقر الأساسي لأحمد ياسين، ويعتقد الاحتلال الإسرائيلي أنه هذا الحي هو بؤرة انطلاق كان لحركة حماس في تلك الفترة. وكنا نعي دائما، يعني حتى في عام 86-87 كان الشبان اللي يذهبوا إلى المجمع الإسلامي، بعضهم أقارب وبعضهم جيران، كانوا ينطلقوا من هذا الحي لتنفيذ أنشطة مختلفة تتعلق بربما توجهات للمجمع الإسلامي. رامي، طب بدي أجرب أسأل أسئلة صغيرة، للسكن أحلى تل الهوى ولا الصبرة؟ لا شك أن الصبرة مرابع الطفولة، وربما كان أجمل أيام عمري كانت هناك، لأنه كانت هذه المنطقة عندما نذهب مثلا إلى المدرسة كان هناك بيارة اسمها بيارة الدهشان، وكان حتى هذه اللحظة أتخيل صوت بئر المياه له صوت تقليدي يعمل على الكاز ويصدر ضربات بشكل متتابع، لا زال حتى هذه اللحظة يرن في أذني. كنا نذهب إلى المدرسة تقريبا نمشي 40 دقيقة أو 50 دقيقة، وهذا أمر بالنسبة لنا ونحن صغار كان مرهق، أو ربما يصل الأمر إلى ساعة. لك أن تتخيل وأنت طفل أن تذهب ساعة ذهابا إلى المدرسة وعودة إلى المدرسة، وحي مليء بالأطفال والشبان، وفيه الكثير من الأحداث، عايشت بالتأكيد الكثير من الأحداث. هذا الحي ارتقى في عدد كبير من الشهداء. في طفولتي مثلا أذكر أنه أعز أصدقاء الصديق رامي المظلوم الله يرحمه استشهد عام 89 أو 90. قبله كان أيضا زميلي والشخص الذي أذهب معه إلى المدرسة عام 87 دهسته سيارة إسرائيلية، وأنا كنت برفقته، اسمه خميس الترك، لا أعرف حتى عائلته أين، لكن قتل أمام عيني. بعد ذلك في عام 88 على سبيل المثال استشهد أيضا طفل جارنا، كنا نذهب سويا ونلعب سويا، اسمه شريف الخطيب. هذه بالتأكيد شكلت ذكريات مهمة لي على خلاف حي تل الهوى. حي تل الهوى حقيقة عندما ذهبنا إليه كان فارغ، لذلك كان معظم الوقت أمكث على الشاطئ تقريبا، كانت تمر الدبابات الإسرائيلية، وكانت لعبتنا في ذلك الوقت أن نصنع أجسام ونمد أسلاك ونضعها على الخط سير العربات العسكرية وننزل إلى الشاطئ ونشاهد مثل هذه العربات وهي تقف. كانوا يتعاملوا بشكل جاد مع أي تهديد، ويعني يتوقف السير لساعات جنونهم أذكر في ذلك الوقت، لأنه كان خط رئيسي عند عودتهم من عملهم، كان عملهم الساعة الثالثة أو الساعة الرابعة، وهذه العبوات المصطنعة كانت تسبب لهم أرق، لكن عمليا لم يكن هناك سكان بشكل كبير. عام 94 اكتسب حي تل الهوى حقيقة أهميته عندما جاءت السلطة الفلسطينية، تركزت قوات السلطة الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية في هذا الحي، لذلك اللي كان بيملك بيت أو أرض في ذلك الحي انتعش بشكل كبير، لأنه كان يؤجره بمبالغ كبيرة، كان يبيعه بمبالغ كبيرة. يعني أنا أذكر جدتي الله يرحمها اسمها الحج جرية، ويعني لفترات طويلة عشت معها، وأنا أعتبر أنه مكثت لديها في يعني، أو هي التي ربتني فعلا، لأنه كان إلي عم
سجن لفترة طويلة وكانت زوجته وأطفال، وبالتالي كنت ملزما كأحد أكبر أو أكبر أبناء أبي أن أتعايش هناك أو أعيش هناك مع جدتي، وهي جدتي كانت تقطن أيضا في حي الصبر، لذلك سكننا في تل الهوى، مع ذلك بقيت في حي الصبر. جدتي كانت عندما قرر الوالد أن يشتري في منطقة تل الهوى قالت له إذا ذهبت إلى تل الهوى سأغضب عليك، لأنه منطقة بعيدة وين بدك تروح بما معنى. لكن بعد عامين هذه المنطقة اكتسبت أهميتها كما قلنا من قدوم السلطة الفلسطينية، والناس يعني عمليا اعتبرت هذا الحي هو أحد أرقى الأحياء، وبالتالي ما تزال حقيقة في ذاكرتي. رغم أنه حي تل الهوى الكثير من الأحباب والكثير من الأصدقاء وشهد مراحل مهمة في حياتي، لكن أعتقد أنه حي الصبرة يبقى هو الحي الذي أحمل حتى هذه اللحظة الذاكرة. يعني إذا سألتني مثلا في الحرب هناك مجموعات واتساب خاصة للأحياء، يعني والأحياء عادة حتى يتابع أمور الحي. الحي الأول الموجود لدي على الواتساب هو حي جنوب غزة، وتحديدا حي الصبرة، وهو الذي لاحقا ضم تل الهوى ومنطقة الزيتون. طب أنا بدي بس إذا بنفع تزك اللابتوب لقدام عشان تبعدوا عنك أيوة قدر الإمكان. أوكي، وبدي أسمع رامي اللهجة الغزوية تبعتك، لأنه أنت لساتك محافظ عليها. هسا لما صار تل الهوى اسمه تل الإسلام، ضليتك تحكي عنه تل الهوى ولا استخدمت تل الإسلام لفترة؟ يعني سؤالك صعب، بس لأنه دائما بتدفعني أتحدث بشكل شخصي. أنا صعب كان علي أحكي تل الإسلام صحيح، لذلك برغبة مني أو بدون رغبة مني لا بقيت أحكي تل الهوى. ليش؟ أنا طلعت درست الماجستير في عام 99، وصار حدث معين عندي ب 99. كنت خلال دراستي أكيد بشتغل، وحدث معين اعتقلت لسبب أو لآخر، فقررت أني أخرج من البلد لفترة زمنية. فكان أنا طبعا قبلها كنت بقدم أني أعمل ماجستير في كارديف أو في بريطانيا، وكان عندي قبول من جامعة هناك أو جامعة هناك عشان نضبط اللهجة الغزوية. فقبل ما أروح على الأردن إلي صديق، قرر هذا الصديق أنه نروح على عمان في زيارة، وهذه أول مرة كانت بالنسبة لي أن أخرج من غزة يعني. فطلعت على عمان، كان في ذلك الوقت معبر رفح، بتروح لمعبر رفح، وبعد ما تروح على معبر رفح بتقابل المخابرات الإسرائيلية، بعدين بوجهوك على مطار غزة. كان مطار غزة لسه عمال بيشتغل، هذا الكلام في 99، فهذه كانت أول طائرة بركبها في حياتي. توجهت إلى عمان، وهناك الزميل اللي هو الصديق اللي معايا كالعادة الأردنيين وقفوه في المطار غزة، وأنا وقفوني لكن ما بعرف سمحوا لي بالمرور، لكن هو بيجي في المطار. فأنا دخلت عمان لأول مرة لا أعرف شيء في عمان، وين بدي أروح؟ أنا خريج جامعة لسه جديد، كنت بشتغل في شركة اسمها شركة البيان، شركة لتجارة الحديد، وكنت محاسبها، وهي فرصة أني يعني أذكر الناس بالخير. الحاج فؤاد السمنة كانت إحدى أكبر شركات غزة الصحيح، وأعطاني فرصة، وكان يعتقد أنه خريج منذ 4 سنوات وكنت طالب في ذلك الوقت. على كل الأحوال وين بدي أروح؟ بعرفش حاجة في عمان، فقررت أروح على الجامعة الأردنية. قالوا في الجامعة اسمها الجامعة الأردنية، رحت على الجامعة الأردنية، فتعرفت على طالبة هناك اسمها زاهدة، لا أعرف وين أراضيها الصحيح. فقالت لي أنت من وين؟ من فلسطين، من الضفة. كانوا قلت لها لا والله من غزة. الضفة في ذلك الوقت كانوا بيحكوا الضفة وغزة الصحيح مصطلح واحد، بيعتبروا الضفة غزة والضفة الضفة. فأخذتني، يبدو إلها كان أقارب في الدراسات العليا، عرفتهم علي، فقدمت ورق، أو مش ذاكر حتى إذا قدمت ورق لأنه ما كان معي. فلما رجعت على غزة صار حدث معين أو اعتقلت في اليوم، أذكر يوم خميس كان، وتعذبت بصراحة بشكل كبير
لدرجة أنه حولت للمستشفى 3 مرات. ففي يوم الخميس إجا والدي على المعتقل وحكى مع المحققين أنه رامي عنده قبول من الجامعة الأردنية وحيضيع عليه القبول إذا ما راح. بالفعل أطلق سراح يوم الخميس. يوم الجمعة كنت بعرف حد كان في السفارة الأردنية، كان لها مقر في غزة في ذلك الوقت، فحصلت على فيزا. يوم السبت طبعا سافرت إلى عمان. لما رجعت على عمان رجعت من عمان الصحيح، خلصت الماجستير، ماجستير التمويل، وعدت. كان لي صديق يعمل في وزارة المالية وهو معتقل حاليا، اعتقل حديثا من آل شعت، ربنا يفرج كربه، وكان مدير في هذه الوزارة. وقال لي إنه إيش رأيك، أو قال لي إيش رأيك تيجي تشتغل عندنا في الوزارة. قلت له تمام. فذهبت قابلت سيدة، صحيح تركت انطباعات إيجابية لدي حتى هذه اللحظة، اسمها عبلة النشاشيبي. هسه بنحكي بأي سنين رامي؟ هذا الكلام بحكي ب 2001. أوكي. ب 2001. الانتفاضة الثانية شغالة. الانتفاضة الثانية شغالة، وفي فترة الجامعة كان معظم وقتنا باللف أو بلف، كنت بتابع الجرحى من غزة. بعضهم ما زالوا حتى هذه اللحظة يعني وناشطين، مثل ظريف الغرة اللي الطفل الصغير وصل إصابته كان ميؤوس منها وعولج في مستشفى اسمه عمان الجراحي، وظريف الآن هو رئيس اتحاد المعاقين أو ذوي الإعاقة، ووجه له التحية الآن إذا كان بيسمعنا، وأشخاص آخرين الصحيح. فكان حتى وقت الدراسة كثير مخصص لهؤلاء، لأنه كان اندلعت الانتفاضة في السنة الثانية من دراستي في عام 2000. فلما رجعت جلست مع عبلة النشاشيبي. عبلة النشاشيبي كانت عمليا هي وزير المالية، واللي بيعرفوا بذلك الوقت السلطة الفلسطينية ووزارة المالية بيعرفوا أنه عبلة النشاشيبي هي وزير المالية، لأنه هي كانت مدير عام الموازنة، وهي شخصية قوية محترمة ومهنية حقيقة. ووالدها كان وزير المالية محمد زهدي النشاشيبي، لا أعرف إذا توفي، أعتقد توفي، وكان لفترة رئيس الصندوق القومي. وكان محمد زهدي النشاشيبي شخصية أيضا لها حضورها. وهذا الفترة كانت الصحيح كانت ذروة فساد السلطة الفلسطينية، ولا أعتقد أن هذه العائلة طبعا لعبت دور في هذا المشهد بقدر ما كان التأثير الخارجي على وزارة المالية وال يعني الدوائر الموجودة في الوزارة، مش محل حديث. لكن لما جلست معها، أنا كنت جاي ماستر اوف فاينانس، ماجستير تمويل، والوزارة اسمها مينستر اوف فاينانس، ولم يكن أحد في هذه الوزارة يحمل درجة فاينانس، كان الدرجات التقليدية التجارة المحاسبة. فجلست معها وقررت أنه نبدأ العمل من الآن. قالت لي متى بتقدر تبدأ؟ قلت لها من الآن. قالت نبدأ من الآن. قلت لها أنا عندي طبعا شرط. قالت شو هو الشرط؟ قلت لها أنا ما بقدر أشتغل بالسلطة. ليش؟ قلت لها أنا مروح علي ديون وعندي التزامات، طبعا في ذهني أمور أخرى صحيح. فلا بنسرع لك التعيين. أنا كنت أقولها طبعا بياخد وقت وسبع شهور وعندي التزامات مالية. فقالت لي طيب شو كيف بدنا نعمل؟ اتصلت على مدير برنامج اليو ان دي بي في ذلك الوقت، كان اسمه توني روذرميل، فعينت على برنامج اليو ان دي بي بأشتغل مدير لمشروع هيئة سوق رأس المال. كان في ذلك الوقت هيئة سوق رأس المال لسه بيطوروها، وهي الجهة المشرفة على البورصة الفلسطينية أو سوق الأوراق المالية الفلسطينية. فبالفعل عينت على اليو ان دي بي، وكنت اخذ راتب من اليو ان دي بي، لكن بداوم في وزارة المالية. فلذلك عشت جو لا يسمح اني اقول تل الاسلام، هذا اجبارا. بس من جوا بتحكيها؟ لا مطلقا، بالعكس انا بحب ان اعطي الاسماء كما هي ايا كانت، يعني لا شك انه في اسماء اخذت معنى معين في ذاكرة الناس وفي ذهن الناس، وتغييرها أنا مش معاه أيا كان يعني، وتغيير مفاهيم عاشت عليها الناس ما لم تكن تضر، يعني ما لم يكن إلها دلالات سلبية
بالتأكيد أنا مع الحفاظ على الأسماء القديمة. فهذا باختصار اللي صار الحديث ليش أنا يعني مجبرا وبرغبة مني كنت بنادي تل الهوى. تعرف تل الهوى وتل الإسلام زي بلبنان لما تسأل الواحد من وين أنت فعشان تعرف طائفته مباشرة، ففعليا في اللفة هذه فعليا في حالة غزة إنه تل الهوى ولا تل الإسلام ولا كذا، والنظرة اللي ممكن تأخذها من الغزاوي الاستغراب أو إنه يعني ممكن تأخذها نفسها من اللبناني لما إنه شو بدك في طائفتي أو شو بدك من وين أنا أو شو بدك من موقفي يعني، فبيكون يعني نفس الشيء. بصراحة بدي أعلق هان، المجتمع الغزي هو مجتمع متجانس إلى حد كبير، متجانس بالعرق بالدين بالثقافة، ممكن في اختلاف في العادات. يعني صح انه في غزة مثلا لهجة الشمال لهجة جباليا البلد مختلفة عن جباليا المعسكر، لهجة الشجاعية مختلفة مثلا عن لهجة الرمال، في لهجات مختلفة، لكن المجتمع حقيقة فكرة التفرقة خليني اقول هي نتاج ممارسات احتلال وممارسات أو حياة قاسية عاشوها الناس. وهذا اللي دائما أنا بقوله، إنه لا، المجتمع بشكل عام متجانس. لذلك دائما بحكي في حتى في موضوع الفصائل الفلسطينية، إنه بيجي فصيل على سبيل المثال بيقول أو أنصار فصيل معين، إنه هذا الفصيل له دور مهم في تشكيل هوية غزة ويعني الانطباعات عن غزة أنها منطقة متمردة أو منطقة بتقاوم. عمليا أنا بعتقد أنه حالة الاحتضان الشعبي المنصهرة أو المجتمع المنصهر في بوتقة واحدة على قاعدة رفض الاحتلال الإسرائيلي خلى عند الناس هدول حالة من الانسجام اللي بتعطي لمن يحمل لواء الرفض والمقاومة. يعني قبل حماس في غزة على سبيل المثال كان هناك قوات المقاومة الشعبية. قوات المقاومة الشعبية يمكن تاريخيا لم تؤرخ بشكل كبير، لكن أنا أعرفها وأعرف عنها لأنه أعمامي وجزء مهم من عائلتي على سبيل المثال عملوا فيها. كان يقودها شخص اسمه زياد الحسيني. زياد الحسيني أنا أذكر وزير الدفاع في ذلك الوقت، بحاول أتذكر اسمه، كان وزير دفاع مشهور أيلون، أحاول أن أتذكر اسمه، كان يقول أنه إسرائيل تحكم غزة في النهار وزياد الحسيني يحكم غزة في الليل. وبالتالي هذا خلى، يمكن أنا فكرتي ما وصلتها بشكل جيد، خلى فعليا أنه أي حد بينطلق من مبدأ المقاومة للاحتلال يجد حاضنة شعبية متجانسة. وبالتالي الفروقات بين الناس صح موجود، مواطن لاجئ مهاجر، لكن عمليا جميع مكونات الناس في غزة لا يوجد بينها الفصل اللي يمكن أن يتوقعه الآخرين، مثلا اللي موجود في لبنان وكأنه الناس طوائف. إحنا بنحكي عن مجتمع متجانس بمجموعه، هو مجتمع سني أصلا بمجموعه ملتزم. يعني الالتزام الديني في غزة لا يأتي من عامل على سبيل المثال متعلق بتربية معينة، لا أنا أعتقد أنه أقرب إلى البعد الثقافي. صح. وهذا دائما نلاحظه. يعني مثلا منطقة من منطقة خان يونس على سبيل المثال، خان يونس الشرقية لسنوات طويلة هي محسوبة على تيارات علمانية وتيارات يسارية على سبيل المثال، لكن كل أفراد هذه العوائل مثلا تلبس النقاب، على عكس مثلا منطقة مثلا زي منطقة غزة ممكن تكون محسوبة على أجزاء مهمة منها، مثلا منطقة الرمال محسوبة على تيارات إسلامية، لكن لبس الفتيات على سبيل المثال بشكل ما متحرر أكثر من مناطق أخرى. اللي بدي أقوله أنه لا، التفاوت في المجتمع في غزة مش نتاج اختلاف أيديولوجي أو عدم تجانس للمجتمع، المجتمع بمجموعه متجانس، الفروقات تبقى فروقات ناتجة عن أمور زرعها الاحتلال ووجود الاحتلال الإسرائيلي مرتبطة بعقليات بتفضل أو سياسات الإقصاء، ويعني خليني أقول نوع من الاستقطاب الحاد نتيجة الصراع السياسي بين الفصائل الفلسطينية لفترة طويلة. نقطة يمكن برضو بفضل أو بحب أحكي فيها، إنه في انطباعات عن الناس في غزة إنهم
ناس شوية جامدين صعبين، رغم أنه اللي بيتعامل مع الناس في غزة كمجتمع بيجد أنهم أكثر الناس رقة وطيبة أيضا، لكن هذا الانطباع اللي عند الناس مبرر ومفهوم. إحنا بنحكي عن ناس عمليا عاشوا معاناة كبيرة، وأنا يمكن جدي لأمي وجدي لأبوي أبويا بعرف عنهم قصص كيف كانوا بيعانوا بشكل كبير. غزة كانت تحت حكم الإنجليز، بيعرف الجميع، بعد الحكم العثماني. كان الحكم العثماني لا شك أنه بالفترات الأخيرة الحياة قاسية جدا جدا، والناس كانت بتعاني بشكل كبير. ولما إجا الإنجليز اختار بعض العائلات الإقطاعية الغزوية الأصل اللي هي من العائلات، وبقيت بعض العائلات الغزوية الجزء الأكبر منها يعاني معاناة كبيرة. العائلات الإقطاعية اللي هي عائلات، وهي عائلات بالمجمل عائلات محترمة حقيقة، لكن تاريخيا كان لها دور في يعني دور في إدارة البلد ولها مستوى معيشي معين، لكن مجموع الناس بشكل عام كانوا بيعانوا بشكل كبير، وكانوا بيجدوا صعوبة حتى في إيجاد الطعام، وكانوا يعملوا طوال اليوم، يذهبوا حتى يخرجوا من غزة إلى قرى مثل الكوفخة والمحرقة من أجل أن يعملوا في الزراعة على سبيل المثال، وكانوا بيشتغلوا في بيارات العائلات الكبيرة الصوراني وأبو رمضان والعائلات الأخرى والشوة. وهذه العائلات كل عائلة كان لها ربما نوع من الامتداد الإقليمي، وهذا يمكن نحكي عنه لأنه في عائلات تاريخيا ارتبطت إلى حد ما بأنظمة معينة، مثل مثلا عائلة الشوة، وهي عائلة مناضلة حقيقة، جزء مهم من أبنائها الآن شهداء وفي السجون، لكن تاريخيا نعرف أن هذه العائلة مثلا مرتبطة بالأردن، لذلك كان تصريح الشوة عندما تذهب إلى الأردن. في عائلات ارتبطت بمصر، وفي عائلات حتى ارتبطت بالاحتلال الإسرائيلي، وأذكر أنه حتى أبو عمار لما إجا اختار أحد أفراد هذه العائلة ليكون وزيرا للشؤون المدنية، وحاليا هذه العائلة أيضا تتوارث الأمر حتى في الضفة الغربية. فاللي بدي أقول أنه الناس كانت فعلا تعاني بعد المعاناة اللي إجت من الإنجليز، إجا الاحتلال الإسرائيلي، وبالتأكيد حدثت الهجرة. فلك أن تتخيل أنه هؤلاء حوالي 70% من السكان، أو جاء حوالي مش ذاكر الرقم، ربما 300,000 أو 350,000 مهاجر أو لاجئ جاءوا إلى غزة، مثلوا في ذاك الوقت حوالي 70% من السكان، وجاءوا إلى منطقة الحال فيها ضيق، الناس وضعها الاقتصادي صعب، فالناس كانت تطحن حالها عمليا، بيطحنوا بعض من أجل أن يتمكنوا من العيش، وهذا أثر عليهم على سلوكهم لا شك، وأثر حتى يعني أنت اليوم إحنا بضحكوا على الغزاز، وليش الغزاز وبروحوا الأطفال في غزة لما بروح على المدرسة بيحشي ساندوش فلفل، أو حتى الدقة الغزوية، هذا طبعا انعكاس للحالة الصعبة اللي بيعيشها الناس. الناس مثلا في الضفة بتحشي الساندوش زعتر لأنه في نبتة الزعتر موجودة عندهم، بس غزة ما فيها شيء، ما فيها غير الفلفل، فبيزرعوا الفلفل وبيطحنوه وبيخزنوه للشتاء، وما فيها غير القمح، بيطحنوا القمح وبحطوا عليه فلفل وبحشوا الساندويش. فحياة الناس حقيقة صعبة، واستمرت صعوبة في الحياة حتى يومنا هذا، وأعتقد يمكن إحنا عايشنا 20 سنة الماضية بالحروب اللي بتعيشها غزة والحصار اللي بعيشه غزة، لكن عمليا قبل ذلك كانت المعاناة شديدة، كثافة سكانية عالية، مجتمع أكثر من 70% منه من اللاجئين، مجتمع محاط بجدران حقيقة، والمخارج لهذه المنطقة مش مخارج مرحبة، يعني تحديدا بعد اتفاقية كامب ديفيد الوضع بالنسبة للغزيين كان صعب في حلهم وترحالهم وتنقلهم باتجاه مصر، وفي نفس الوقت كان الإسرائيلي على الدوام يستهدف الغزاويين على وجه الخصوص، وهذا أمر حتى انعكس حتى على الدول الأخرى. يعني أنت بتروح على الأردن بمجرد ما نشوف أنك غزاوي خلاص بتكهرب وبحطك على جنب. وأنا أذكر يعني لا أخفي أنه أنا مثلا أول شهرين ذهبت إلى الأردن، إحنا ذهبنا 4 شبان من الجامعة الإسلامية وأربع شبان من جامعة الأزهر أذكرهم والله يوجههم الخير، مكثنا 3 أشهر نذهب إلى مقر مخابرات العبدلي ومقر مخابرات وادي السير،
وبالمناسبة جميعنا لم يكن لنا توجهات سياسية حقيقة، يعني كانوا متفوقين على الجامعة وذهبين إلى الدراسة، جزء منهم بدهم يدرسوا قانون وجزء منهم بدهم يدرسوا تمويل وجزء منهم بدهم يدرسوا اقتصاد. رحل منا اثنان سجنوا، أحدهم من عائلة الحصري حازم الحصري وشخص آخر من عائلة الحبشي سجنوا عند الاحتلال الإسرائيلي بعد أن رحلوا من الأردن. ومجرد فقط أنك من غزة كان تذهب وتعاني، وهذا كان يعاني الكل. يمكن أنا اليوم بحكي بأريحية وما بعرف إذا برنامجك بيسمح، لكن هي محطات أعتقد مهمة حتى يستذكرها الناس. وبالتالي الغزاوي حقيقة بيعاني، كان حتى قبل الانتفاضة وبعد الانتفاضة وما زال يعاني، وهذا شكل شخصية إلى حد ما صعبة، يعتقد الناس إنها صعبة في التعامل، جافة، لكن بالمجمل الناس حقيقة الرقة اللي موجودة عند أهل غزة والطيبة لا أعتقد إنها موجودة، والنخوة حقيقة اللي موجودة عند الناس هناك مش موجودة عند أي حد. أنا بوافقك وبدي أشاركك كمان إنه المشكلة في غزة إنه هي على مدار يمكن بس 20 سنة إذا بدنا نأخذهم الأخيرة، دائما كان تصديرها بالأخبار على بالقوة والصمود والقوة والصمود والمقاومة والصمود، فهذا بيعكس يعني الصلابة، يعني إشي زي لما أنت تيجي تحكي على شباب القدس، هذا اللي هي الصور النمطية تبعت إنه ممكن يكون الحشاش فيهم بيطلعوا بهب لنصرة، فأنت بتعزز صفة ما عنده يعني بمكان. بحالة غزة طوال الوقت في هذا الذكر، ومن مكان تاني بشعر إنه أنا مثلاً محظوظ جداً بإنه يعني أنا بعرفك من فترة، بس أنت بتعرف إنه كمية الأصدقاء اللي من غزة اللي تعرفت عليهم اللي لولاهم أنا ما بعرفها، يعني أنا ما كنت رح أعرف إنه رح أتعاطى اليوم إنه مجتمع غزة مجتمع محافظ نتيجة سيطرة حماس، بس هو بالأصل لا يا جماعة، إنه عندك الجبهة الشعبية بتبلش بيانها بسم الله الرحمن الرحيم في غزة، وعندك جزء من النقاشات القديمة اللي ممكن تسمعها بالانتفاضة الأولى على نقاش المحافظين كان بقودها حركة فتح، يعني حتى في تفاصيل انت في حالة هذا المجتمع بصير تشوفها بشكل مختلف، حتى نقاش المواطن والغزاوي رامي او عفوا المواطن والمهاجر اللي هو موجود باكثر من مكان بصير تشوفه اقرب لحالة نابلس، لانه بطغى عليه الحالة الطبقية اكثر بمكان من فكرة انه في عنصرية لاجئ ومواطن او في اشي ما مثلا اللي ممكن يكون، يعني حتى هذه التفاصيل الصغيرة اللي انت ممكن تساعدك تفهم هذه الشخصية وتفهم اليوم اسباب وجوده يعني اسباب صموده. فللأسف بشعر انه يعني احنا حتى اللي بنشتغل في الاعلام بنساهم بتعزيز هذه الصور، وعشان هيك اصريت عليك حتى ما قبل التسجيل وبالتسجيل انه بدي هذه التفاصيل الصغيرة، لانه هي اللي بتعكس فعليا مين رامي ومين هذا المجتمع وشو هو حي الصبر، غير فكرة انه حي اليوم عم بقاوم وموجود. رامي بدي أكمل معك، بس مجبور هنا بدي بس معلومة بعدين أنا وياك بلقاءات أخرى من جاوبها. وين أنت بتفكر أنت السنين الذهبية من وجهة نظرك وكشاهد على غزة؟ يعني غزة معيشتك بس. بمعيشتي يعني أنا عشت فترة ذهبية. من يعني أنت شاهد على العصر، مش أنت يعني بتقول هذه السنين الحلوة الذهبية اللي كانت يعني من سنة كذا لكذا. لا شك الانتفاضة الأولى، لا شك تفاصيلها يومياتها الحياة فيها طبيعة المجتمع تكاتف المجتمع الآلام اللي كانت موجودة كان لها معنى. هذا لا يعني بكل تأكيد إنه الفترات اللاحقة ما كان لها بصمات، يعني فترة السلطة الفلسطينية كان لها بصمة حقيقة، لا شك إنه كان في ممارسات مش مريحة أعتقد أنه الناس بيعيشوها، لكن هي مثلت فترة تلاقي مع مجتمعات من خارج غزة. الانتفاضة الثانية لا شك أنه كانت من أقصى الفترات، أسوأ الفترات في غزة كانت عام 2005-2006 الاشتباكات الداخلية والانقسام الداخلي، لكن أنا بعتقد كل سنوات غزة سنوات تؤرخ والناس صنعت فيها تاريخ في كل سنوات غزة تحديداً 20 سنة الماضية، بقاء الناس وصمودهم والقصص اليومية اللي بيعيشوها هي ملح الحياة بالنسبة لهم، وهي قصص حقيقة بكل تفاصيلها تؤرخ رغم المعاناة، إلا أنه كانت الناس تجد في روح التحدي وتجاوز الصعاب اللي بيعيشوها نوع من لذة الحرص على البقاء.
الحياة في غزة لها معنى، الحياة تعيش في غزة بمعنى، في يومك في معنى، في اليوم الواحد بتستطيع أن تنجز أكثر من شيء. أنا بصراحة مش انحياز لغزة لأني من غزة، انحياز انحياز رامي انحياز ربما ربما عادي أنا عادي اعترف أنا لا أخجل بالمناسبة، أنا لا أخجل، لا لا كل انحيازا لا عادي، أنت فعليا أنت 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 فعليا يعني أنت عادي، مش انحياز انحياز عادي، أقر في الموضوع عشان نكمل. أنا منحاز لغزة بلا حدود، لكن في التفصيل اللي بأذكره حقيقة بحاول أضع جانبا فكرة الانحياز وأفكر بمنطق شكل الحياة في غزة، هذا الشكل الذي يعاش، شكل الحياة التي يعني إلها ديناميكية تتفاعل على مدار اللحظة، كل شيء في غزة له معنى، يعني الحياة هناك ليست حياة راتبة، هذا لا يعني أن الحياة جميلة أو وردية كما يعتقد البعض، لا، الحياة بكل تفاصيلها هي تفاصيل معاناة وتفاصيل قهر، مجتمع يعيش القهر على مدار اللحظة. يعني أنا لا أستطيع أن أتخيل أنه إحنا عشنا سنوات كان الجيش الإسرائيلي يحدد عدد السعرات الحرارية التي يجب أن نأكلها، وهذا أنتج حقيقة مجتمع يظهر ذلك على شكله. يعني أنا اليوم معلش يمكن هذا مشهد يعتقد البعض أنه مش مناسب أو غريب، لكن أنت جيب صورة لشبان من غزة وحط صورة لشبان من خارج غزة من الضفة الغربية، خلينا نقول نفس المعاناة، تنظر إلى الشبان ترى على وجوههم في شبان غزة الهزال والمعاناة، حتى شكل الناس يعكس المعاناة اللي بيعيشوها. لكن مع ذلك كما قلت لك، لا، الحياة في غزة في كل تفصيلة فيها تعيش وتشعر أنك تعيش من أجل شيء، تعيش من أجل أن تساعد جارك، تعيش من أجل أن يعني تتجاوز عقبة، تعيش من أجل أن تتعلم. والدراسة هناك في غزة أكيد بتعرف أنه هي قصة لوحدها، قصة الدراسة وعشق الناس للتعلم والحرصهم على التعليم قصة بحد ذاتها. ولذلك أعتقد أنه الحياة في غزة في كل سنواتها جميلة تستحق أن تؤرخ. اليوم حتى في قلب المعاناة لا شك أنه على مدار اللحظة كل لحظة بتسمع خبر فقد حبيب أو صديق أو قريب، ومع ذلك هذه لحظات تؤرخ، لأنه هذا الشعب حقيقة شعب عظيم يستحق أن يخدم ويستحق أن يعاش له طول الحياة. هذا الشعب اللي اليوم يقتل بالمئات بالآلاف، وحقيقة اليوم قدم لم يقدم شعب مثل ما قدم شعب غزة في تاريخ الصراعات منذ الأزل، ليس حتى في التاريخ الحديث. اليوم احنا بنحكي عن 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود، وبالكاد تسمع الآه موجودة، الناس تتألم تنزف وغاضبة، غاضبة ليش حدث هذا كله، لا شك هي الأسئلة مبررة، لكن إذا نظرت بالمشهد العام أنت ترى شعب عن جد شعب صامد صلب، يفهم جيدا كيف يتحدى الاحتلال الإسرائيلي وكيف ينظر في عين العدو ويواجهه بصلابة وبصبر. لذلك هذا الأمر أنا بحكي لك فيما يخص غزة، انحيازي لغزة، لأنه غزة ليست محصورة بشكل أو بفصيل أو بلون. الجبهة الشعبية، مجموعات محمد الأسود في تاريخ احتضنتها غزة، لأنه غزة من يرفع لواء المقاومة في غزة يحتضن الشعب يحتضن الشارع، وبالتالي غزة التي تقدم لفصائل المقاومة وليس العكس. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا الشعب يستحق أن يعاش معه، وشعب يستحق أن يخلد ويذكر دائما. وأنا ما لا أتحدث عن ذلك من باب الانحياز، أنا منحاز. لا أنا, 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 أنا بحكي لك انحيازك أنا بشوفه لما بأكد عليه، في مدن وفي مساحات بعموم فلسطين بنفع أنت تقول أنا منها وتشعر بهذا الانحياز. يعني أنا مثلا من طول كرم، بس ما عندي سبب اللي أشعر فعليا أنه، أو بشوف حتى الأصدقاء أو المعارف أو الأقارب اللي موجودين بطول كرم حالة هذا الانتماء لطول كرم، بقدر ما أنه هذا المكان اللي إحنا نشأنا فيه وربينا فيه وكبرنا فيه. ولكن الناس اللي طلعت في نابلس عندها قصة، الناس اللي مثلا طلعت في جنين اليوم كمان عندها قصة، فبشعر أنه في مدن أريحة مثلا ممكن يكونوا أقرب لطول كرم يعني بهذا المنطق. فغزة أنت عندك يعني حتى داخل القطاع في تمايزات موجودة، اللي في منطقة ما أنت بتشعر أنك أنت يعني غير قصة تانية. وبظن ما بعد 7 أكتوبر شفنا هذه التمايزات كلها. يعني
فأنا لما بحكي انحياز فعليا يعني واعي لفكرة مش خارج سياق المقارنات، انه فعلا هذه المنطقة مرقت بظروف ومرقت بقصص اللي بتخلي الشعور اللي انا بس بالنسبة لي رامي كأحمد يعني من 2008-2009 ل 2011-12 هاي السنين، يعني انا ما بعرف اذا يعني هلا لقدام رح ندخل اكتر، بس بتعمل شعور عند الانسان. ما بفكر انه بنفع يمرك واحد يعيش في غزة بهذا السنين ويتجاوزها زي كأنه يعني ما عاشها. رامي خلينا نستكمل اكتر ونقول قصتك انت مع فلسطين عموما، لما او الحادثة الاولى اللي عملت منك الفلسطيني اللي موجود اليوم. في ذاكرة كل فلسطيني في قصة او في حدث اللي خلى الهوية الفلسطينية تكون هوية مشتبكة اكتر، سواء أكثر لنصرة فلسطين أو أكثر خصومة وعدانا للاحتلال. فأنت إيش بتستذكر القصة الأولى؟ أنا أولاً والدي الله يا ربي يسلمه، بالأصل جدي متزوج من ثنتين، فجدتي حردت زعلت، أخذت أبويا وأعمامي وراحت على منطقة الصبرة. إحنا في الأصل من منطقة التفاح كما تعلم، فأخذتهم فعانت في تربيتهم. فالعم الأول الأكبر هو صلاح، ووالدي هو صالح. صلاح أبو إسماعيل اللي يعيش في الإمارات كان قائد للمنطقة الجنوبية في قطاع غزة في حركة فتح، واعتقل لسبع سنوات تقريبا ثم نجح بالفرار، ففر إلى الخارج. فوعيت على الدنيا أنه إلي عم في السجون، وإلي عم مقاتل، وإلي عم بلحقوا الإسرائيليين، وبيجوا بهجموا على البيت وبيسألوا عن عمي. وأبوي روح راح على مصر يشوف عمي، وهو مروح اعتقلوا أبوي وعذبوه بشكل كبير، الوالد عذبوه بشكل كبير على اعتبار أنه هو صلاح، لأنه بالعبري صالح وصلاح تكتب نفس الاسم. أخذ وقت طويل معهم، إجا الوالد بتذكر ومكسر فعليا مكسر. هذه موجودة في ذاكرتي، لكن أعتقد أنه في حادثة فاصلة هي مقتل الطفل خميس الترك. أنا لا أعرف عائلته الآن وين، لكن كنا بالصف الثاني الابتدائي ودهسوا جيب إسرائيلي أمام عيني والدم حتى ظهر، ورافقتني هذه الصورة حتى لسنوات قليلة حقيقة، بعد ما أنه أكيد شفنا مشاهد أخرى. ثم طبعا الانتفاضة الأولى، مشاهد الانتفاضة الأولى والالتحام، كان الحي تبعنا الصحيح شارع المغربي تحديدا شارع نشط جدا في المواجهات. وكأصدقاء طفولة كنا نذهب، وأنا كنت أذهب أعرف غزة شبرا شبرا، قطاع غزة أعرفه شبرا شبرا من الانتفاضة الأولى. لذلك لما سألتني أنا بستذكر الانتفاضة الأولى كأجمل مراحل حياتي، لأنه كنت وين في مواجهات الروح. الشيخ رضوان استشهد بجانبي طفل شاب كان بذاك الوقت اسمه علاء النمر، كان يواجه معنا، وطفل من دار أبو قوصة أذكرهم، هذا في الشيخ رضوان. فأنا كنت من أقصى خلينا نقول غرب غزة أذهب إلى الشيخ رضوان اللي هو أقصى شمال غزة، ونلف على كل هذه المناطق. هذا بالتأكيد شكل وعي. أنا إلي عم آخر اسمه ناصر كان يعتقل بشكل دائم، وكنت أنا أتولى رعاية العائلة بعد اعتقاله يعني، وبناته، كان لديه من البنات ستة الآن سبعة، فكنت أرعى العائلة مع جدتي. فكنت أعيش في ذلك المنزل أو بعيش في هذا المنزل، بحاول أرجع للغة الفصحى وبدي أحكي غزاوي، بنسى أني بدي أحكي غزاوي، فبعيش في هذا المنزل. فكنت أشوف الجيش وهو يدخل ويحط البارود على راسي مثلا، وبده يعتقل عمي ويسحب، وبعد هيك حكمه لعدة سنوات. فكنت أرافق زوجة عمي اللي فقدت ابنها منذ أيام الله يرحمه. فكنت أروح على السجن الزيارة أرافق زوجة عمي، كنت صغير قبل أو أقل من الشخص معوش هوية، وكانت حبتي قليلة. أنا صرت راجل في أولى جامعة لك تتخيل، ففي كان عندي شوية هيك تأخر في النمو،
فكنت حتى وأنا سن 18 لسه مبين شاب صغير، فأخذ الكوشان تبع أخويا وأروح معاه على أساس أنه أنا الصغير، وأروح أزور عمي في السجن. وفي السجن حقيقة لا أنسى أنه كان في أشخاص بعرفهم، جزء منهم ضايل في السجن، جزء منهم خرج. كنت حتى لما أدخل سجن المجدل أنادي عليهم بأسمائهم، يا رائد، يا مش عارف إيش، ويطلعوا على الشباك وينادوا علي. مشهد كان مليء بالإثارة والعاطفة الصحيح. فكل هذا شكل. طبعا كانوا قيادات للشعب الفلسطيني في ذلك السجن، كان إسماعيل أبو شناب، كان في مجموعة خطفت جندي من القدس، مجموعة طليدانو أيضا قابلتهم وكنت ألتقي معهم من القدس وأحكي معهم، الشاب الصغير اللي جاي وبنقل أخبار غزة وإشي إلى آخره. فبتخيل كل هذا كون عندي نوع من الالتزام والشعور أنه يعني الناس بتقدم دمها وروحها ويستحق أنك تقدم جزء من وقتك. ويمكن استمر هذا الأمر حقيقة لحد ما فكنت أفقد معظم أصدقائي، لذلك كان عندي فوبيا أنه أنا يكون إلي صديق مقرب. وأنا بحكي لك بصراحة، أقرب صديق إلي بالمعنى الحقيقي والتقليدي للصديق القريب كان في 2003 واستشهد، وكنا نتعاهد سويا أنه إحنا نروح على خليني أحكي قصته لأنه يستحق أن يخلد الصحيح، رغم أني ما كنت بفضل أني أحكي عنه. هذا الشهيد اسمه خالد الزهار، وكان مختلف حقيقة عن بقية العائلة، وهو ابن لمحمود الزهار، دكتور محمود الزهار. طيب جدا، خلوق جدا، ذكي جدا، متفوق جدا في دراسته. درسنا الجامعة سويا واتفقنا أن نذهب إلى الأردن للدراسة، أنا خرجت قبله، ويعني تطرقت إلى المعاناة التي كنا نعانيها في الأردن. كنا على تواصل بشكل يومي حقيقة، بشكل يومي بساعات طوال. كان الإنترنت لسه حديث داخل وبنتعامل معه، فكنا نتحدث بشكل دائم. فأنا طلبت منه أن لا يأتي إلى الأردن بسبب خلفيات والده، هو ليس له أي لون سياسي، مختلف عن أبي تماما، مش منخرط في عمل سياسي، مركز في دراسته تماما. فقلت له ألا تأتي لأنه راح تعاني بشكل كبير، يعني ما تيجي. فذهب عمل ماجستير في مدينة مانشستر في سالفورد، عمل ماجستير تمويل. وخالد كان يعاني كثيرا في البعد المادي دون علم عائلته، لا أعتقد أن عائلته يمكن أن تقصر، لكن كان يعتمد على نفسه لدرجة أنه كان يعمل لساعات طويلة في تعبئة أكياس الدقيق في أحد مصانع مانشستر. لما خلص اتفقنا أنه يجي. قبل ما يجي طبعا كان هو بده يكمل الدكتوراه، فأنا أقنعته أن يعود، لأنه كان في الوزارة اللي أنا بشتغل فيها كان مشروع يعمل له علاقة بالريسك أسيسمنت، تحديد المخاطر المالية، وكان تخصص خالد في الماجستير المخاطر المالية. فأنا أقنعته أن يعود، وكنت تحدثت في ذاك الوقت في 2003 مع الدكتور سلام فياض، كان وزير المالية وكان مدير المشاريع التطويرية، شخص من عنبته اسمه المهندس مازن دون ذكر اسمه كاملا. فقلت لهم الشاب هذا هيك هيك وعائلته هيك، بس هو ملوش علاقة بأي حد. طبعا هذا فرصة لأنه نستذكر موضوع السلامة الأمنية والفرص التي يحرم منها كثير من الناس. فرد علي أذكر الوزير قال إحنا ما قسمنا البلد قسمين، خليجي أو قسمين. فحكيت مع خالد تعال. بتذكر حتى رحت جوزنا حاجز أبو هولي، استقبلته أنا بالمعبر، كان أعز أصدقائي، وعدنا المعبر سكر، نمنا على المعبر أو لا حتى نمنا عند خاله الحاج خميس الأغا، واللي قصف في هذه الحرب واستشهد، واستشهدت كل أفراد عائلته أيضا.
فتاني يوم أو ثالث يوم أخذت خالد رحت على الوزارة. يمكن اللي اشتغلوا في ذلك الوقت في وزارة المالية بيذكروا هذا المشهد. وصلنا الساعة 8، الساعة 9 كان اتصال من الجهاز الأمني الأول، الساعة 9 و10 كان مسؤول جهاز أمني آخر. الوزارة انقلبت، فبعت لي الدكتور، فدخلت أنا ابتسمت فهمت القصة، قلت له ما في داعي، أخذت ومشيت. فأذكر أنه كسر خاطره، وحتى نتجاوز كسرة الخاطر يلا بدنا نزوجك. فراح خالد تعرف على عائلة من عائلة شبير، وذهب والده معه. والده صعب بعض الشيء، حدث خلاف، روحوا ما فيش زواج. فأنا ذهبت تحدثت مع شقيقها، شقيقها موجود الآن في إيرلندا يعمل هناك، الله يوجه له الخير. وأذكر جلسنا في مطعم الكنوز الخضراء وتحدثنا وكيف نتجاوز وكيف نقنعهم، وبالفعل ذهبوا في تلك الليلة وحدثت الموافقة. في اليوم الثاني اتفقنا مع خالد أن يذهب يعمل، يروح يعمل المزبطة، بعرفش إذا هي المزبطة صح مصطلح، إنه بتعمل ورقة مختار وبتعمل فحص لل حسن السير والسلوك أظن، ولا لا هذا للزواج، بحكي للزواج مزبطة، بتعمل مزبطة وبتعمل فحص دم. وأعرف إنه الساعة 10 سيذهب هناك، يعني حيروح على المختبر يفحص. الساعة 10:30 قصف، صار قصف جنبنا. فلا شعوريا رغم علمي إنه خالد في ذاك الوقت كان عنده محاضرة، يعني هو عنده محاضرة بس أنا بعرف إنه هو رايح يعمل المزبطة ورايح يجهز للعروس. فأنا ركض هيك لا شعوريا، أنا متأكد إنه خالد مش موجود في البيت. ركضت لا شعوريا باتجاه القصف، وأول شخص شفته كان خالد مليء بالدماء. فلذلك فعلا اللي كنت بدي أحكيه، أنا عندي فرصة طبعا إنه خالد كان مولع بفكرة سوق مالي عربي وسوق مالي إسلامي، وكنا بنتحدث مع بعض دائما حول هذه الفكرة، كيف يكون في سوق للعالم العربي أو سوق مالي للعالم الإسلامي. لذلك بعد استشهاده كتبت ورقة علمية محكمة نشرت في بحث في عام 2005 نحو سوق أوراق مالية عربية وإسلامية في عام 2005، وكتبت بالمشاركة. أنا رحت على البيت وجمعت القصصات والورق اللي كان يكتبه خالد الله يرحمه. فلذلك أشعر بأنه اللي جاب السيرة الصحيح هي فكرة الصداقة. لذلك أتجنب أن أقوم ببناء علاقات صداقة متينة صحيح، لأنه فعلا الصديق في غزة في أي لحظة ممكن أن يذهب، ممكن أن تفقده. والصديق في غزة لأنه المسافات في غزة متقاربة، ففعليا أنت بتشوف صديقك طول الوقت طول الوقت، كأنه أكثر من عائلتك. ف يعني الله يرحمه، الله يرحمه تعيش. رامي هذا أصل صحيح، يعني أنا بحاول أتذكر إيش اللي خلى الحديث يصير. بالتأكيد هذا كله أثر على الذاكرة وأثر على فكرة إنه على الأقل هناك التزام تجاه هؤلاء، تجاه من قدموا أرواحهم، إنه أنت تقدم جهد ولو جهد بسيط. طيب رامي، شو بدك حقوق الإنسان؟ قصة يعني انت شوي بس، احنا فلوس مال بورصة يعني ريسك مانجمنت يو ان دي بي سلام فياض، كل الاشياء اللي انت بتحكيها يعني ممكن تخليك تكون هلا انت في بنك فلسطين مثلا، يعني او في احد البنوك اللي موجودة في فلسطين او المؤسسات اللي موجودة. هو انا صحيح بعد ما اشتغلت باليو ان دي بي، اليو ان دي بي مشروعها كان مشروع يطلق عليه او مشروع تطويري، فالانتفاضة دخلت مرحلة حاسمة، فعملنا مشروع اسمه ESSB Emergency Services Support Project. هو مشروع لدعم قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، ممول من البنك الدولي، وأنا كنت منسق لهذا المشروع.
كان مشروع كبير، يعني البنك الدولي يعتبر أحد أكبر مشاريعه، إلى أن حدث خلاف في عام 2005 متعلق ب يعني باختياري أو تعييني لشركة تدقيق. دكتور سلام فياض بعد 2003 رجع في عام 2005 وزير للمالية، ففي ذلك الوقت كان يقوم خطابه على فكرة المحاسبة والشفافية، وهناك كلمتين حتى حكاهم في قلب البيت الأبيض، transparency and accountability، كان يكررهم بشكل دائم. فأنا كنت في ضمن مهام عملية أقوم بتعيين مدققي الحسابات على مشاريع البنك الدولي، فتحدث معي أنه بدنا ندقق حسابات السلطة الفلسطينية في عام 2003. 2003 كان هو وزير المالية، وهو يريد أن يقدم، بده يقدم للمجتمع الدولي تقرير أنه والله في سنة 2003 كانت الأمور المالية مضبوطة. ففي إجراءات متعارف عليها، هذه الإجراءات أنه أنت بتروح بتجيب أكبر خمس شركات تعملهم شورت ليستينج في التدقيق، وهي شركات معروفة اللي درسين محاسبة وبيشتغلوا في المحاسبة بيعرفوا عن شو بحكي. وهنا بنحكي عن شركات زي ديلت توتش، برايس ووتر هاوس، كوبرز، أرنست يانغ، الشركات المعروفة. الشركة العربية الوحيدة كانت شركة طلال أبو غزالة. فأنت بتطلب منهم مقترحين، مقترح فني ومقترح مالي. فأنا قدمت قائمة الشركات هذه، حصلت على موافقة من الوزير، فقدمت هذه الشركات، اجتازت جميعها الفحص الفني. اجينا للفحص المالي عليه 20 نقطة من أصل 100، أخذتها شركة اسمها شركة طلال أبو غزالة، وكان في ذلك الوقت شخص الله يرحمه من عائلة الناظر اسمه زهير الناظر. فأنا بادرت أخبرت زهير الناظر أنه عطاء 2003 أرسي عليكم. رحت للدكتور سلام أنه هذه الشركة رسي عليها العطاء. يبدو أن الدكتور سلام كان متفق مع شركة أمريكية، وهو يريد شركة أمريكية بحيث أنه أصلاً خطته في البداية أن يقدم ذلك إلى المستوى الدولي، فقال لا أنا متفق مع برايس ووتر هاوس كوبرز. ولاحقاً حتى الشباب اللي بيشتغلوا في برايس ووتر هاوس كوبرز جزء منهم من الضفة، من عائلة فرح ومن عائلة القواسمي، تعرفت عليهم في ذلك الوقت، بعرفش إذا سمعين أو ممكن يسمعونا في يوم، ما بعرف وين هم. فاحتديت تركت. أنا الكويس أني أعمل القصة بتسلسل، فتركت فجلست في البيت. فكان هناك مدير للبنك الدولي اسمه دكتور ماجد البياع، هذا الدكتور كان مسؤول مشاريع البنية التحتية، والآن ما بعرف، أنا أذكر أنه ذهب إلى واشنطن يعمل هناك. فكان في مشروع اسمه مشروع مصلحة مياه الساحل، ممول من البنك الدولي، تجنبا للإشكالات في البلديات. إجا البنك الدولي عمل مشروع شال أقسام المياه والصرف الصحي من كل البلديات تحت مظلة مؤسسة واحدة اللي هي الكوستال مونيسيبال ووتر يوتيليتي، اللي هي الآن مسؤولة عن إدارة مصلحة مياه بلدية أو مصلحة المياه ككل، تمديدات المياه، مشاريع المياه. وهذا الجسم فعليا إلى حد كبير فترة الحصار كان مفيد جدا، لأنه تجاوز فكرة الحصار على البلديات، في جسم يدار من قبل البنك الدولي يضخ إليه الأموال المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي. فهذا الشركة أو المصلحة هذه لما تتشكل رسي العطاء على شركة نمساوية اسمها إنفرامان. الشركة النمساوية هي المسؤولة عن نقل أقسام المياه ووضع الهياكل لمصلحة مياه الساحل، موظفينها كلهم أجانب، وهدول الأجانب في عام 2005 بتعرف كان في نوع من الانفلات الأمني، اثنين منهم تم خطفهم في مخيم البريج. فأعتقد اللي خطفهم واحد كان في ظاهرة في ذاك الوقت يرأسها شخص من عائلة نشبت أو شيء زي هيك، أحد مجموعات فتح أو شيء، فاختطف التنين هذول. الشركة قررت أن تسحب كل موظفينها باتجاه المجدل عند الاحتلال الإسرائيلي وما بدهم يدخلوا. فتحدث معايا ماجد البياع الله يسهل عليه إنه مكانك تعال امسك مع الشركة هذه وشيء. فعملت مع هذه الشركة حقيقة سنتين، كنت الـ Investment and Procurement Manager، مدير التعاقدات والاستثمار في هذه الشركة. فبقيت في البعد المالي إلى أن حدث الانقسام عام 2006،
ولا شك أنه كان فترة تل الهوى حازت على النصيب الأكبر من المشاكل وعمليات القتل في هذا الحي، لذلك عايشنا هذه الإشكاليات بشكل كبير. 2007 كان ما حدث من سيطرة الحماس على قطاع غزة، فشعرت أنه الناس بدأت تعيش بشكل صعب، وكان أثر الحصار تحديداً في آخر 2007 في أول 2008 شديد للغاية، كبير يعني الأثر شديد، ما بتلاقي حليب، وأنا كان عندي متزوج وعندي طفلاتي وكنت بعيش هذا الهم الصحيح. فكتبت وأنا قاعد مقترح أنه إحنا لازم نعمل حاجة اسمها اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أنه الحصار فعلياً على الناس، وبالتالي لازم الناس تتحرك وتصب غضبها بشكل أساسي على الاحتلال الإسرائيلي اللي بيقوم بهذا الحصار، ليس تعاطفا مع جهة ما بقدر ما أنه عمليا الحصار يمارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي وأطراف أخرى. بالتأكيد القرار، قرار الحصار ليس قرار فلسطيني، قد يكون حتى الخلاف السياسي بيلعب دور، السلطة إلى حد ما، حركة فتح إلى حد ما لعبت دور في موضوع الحصار، لكن لا أعتقد أنه إلها التوجه الرئيسي في تجويع شعبها. لا، الحصار هو قرار إسرائيلي بالدرجة الأولى. فوضعت قائمة من الأسماء أنه فلان الفلاني من التيار الفلاني وفلان الفلاني من التيار الفلاني وفلان من يعني قائمة ب 12 شخص، وتحدثت معهم. جزء مهم منهم إلهم حساباتهم، حسابات البزنس، والناس بدها تعيش ولها ارتباطاتها، واللي بده يسافر عبر معبر رفح، واللي بده يسافر عبر معبر إيرز. الوحيد اللي وافق بذاك الوقت اللي هو المهندس جمال الخضري، وهو رئيس أمناء الجامعة الإسلامية. طبعا هذا بيفسر لك ليش أحيانا بعض الناس بتعمل لي ليبلين باتجاه معين، حنحكي فيه لاحقا، مش حخجل أحكي فيه. فأطلقت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، وأنا كنت المتحدث باسمها، والبشمهندس جمال الخضري ربنا يحفظه ويحميه كان رئيس اللجنة، واللجنة عمليا نقلت الحصار إلى مرحلة إلى حد ما، أو رواية الحصار كانت حاضرة، مقابر جماعية، مسيرة مقابر، مسيرة مصانع أو قبور مصانع، مسيرة شموع، هذه المشاهد اللي حتى هذه اللحظة الناس تذكرها في فكرة الحصار. فانخرطنا بشكل كبير. جزء مهم من الانخراط كان إنه كان في واحد أجنبي وهو رائد فكرة سفن كسر الحصار، أمريكي اسمه بول لارودي، ما بعرف إذا عايش أو لا، تواصل معي، كنا نتواصل حتى بشكل سري عبر إيميل، عبر الهاش ميل. وكان فكرة كسر الحصار تنطلق من فكرة انطلاق قوارب من غزة، يعني هو يريد أن يأتي بنشطاء متضامنين أجانب يأتوا من الخارج ويدخلوا عبر الأنفاق إلى غزة، كان الأنفاق لسه بدايتها، وتخرج القوارب. أتحدث بصراحة، أعرف شخص في وزارة الداخلية كان اسمه كامل ماضي، تحدثت معه لأنه الأمر لوجستيا يحتاج إلى دعم من غزة والسلطات في غزة في ذلك الوقت. بعد دراسة كان هناك صعوبة في إيصال الناس وإخراج الناس، وفيش سفن أصلا تقدر تطلع باتجاه قبرص أو أقرب نقطة اللي هي فاماغوستا اللي في قبرص التركية، رغم أنه إحنا بنحكي عن 9 ساعات، ولو قوارب سريعة ممكن 4 ساعات تصل غزة لفاماغوستا. فهذا كله خلاني أنخرط في جهد لكسر الحصار، وبعده حقوقي، وجزء مهم من اللي كانوا يتواصلوا معايا كانوا حقوقيين. بعد هيك قررت أخذت منحة أطلع أعمل الدكتوراه في بريطانيا، والمنحة لها قصة بس بدناش ياخذ الوقت أطول. فبدي أسافر، مش قادر أسافر، فعملت حاجة اسمها لجنة الطلبة العالقين. كنت أنا ودكتور يعمل الآن في برنامج الغذاء العالمي الدكتور وائل الداية، فعملنا حملة إنه إحنا الطلبة اللي بدنا نطلع، حملة الطلبة العالقين. كان المعبر بيفتح كل 3 شهور، فأنا كنت محظوظ الصحيح، باقي للمنحة يوم واحد، كان يوم 31 مارس، 31 أغسطس عام 2008. فطلعت بشكل أو بشكل آخر،
فتح المعبر وطلعت وتمكنت، تم الترحيل، ترحلنا إلى أن وصلت إلى بريطانيا. في بريطانيا التقيت، كان في مؤسسة نتواصل معها اسمها Education for Rights, Education for Palestine، مش ذاكر حقيقة اسم المؤسسة، عاملة جولة في ذلك الوقت. كان اثنين من الضفة أو بنتين من الضفة، واحدة اسمها بيسان رمضان، بعرفش إذا بتعرفوها، ناشطة، بيسان بوجه لها التحية، وكان صبية ثانية من رام الله من دار الأقرع أظن، كان والدتها بتعمل في التخطيط كايرو عرفات أو شيء، وكان يعني كان حتى شاب من دار زمار أعتقد أنه أنت بتعرفه، يمكن صديق متبادل، مش بحاول أتذكر اسمه الصحيح. فكانوا عاملين جولة في الجامعات، فلفيت 25 جامعة بحكي عن غزة وحصار غزة وإلى آخر، وهي فرصة كانت أني أنا أول ما بصل بلف بريطانيا كلها، كل المدن تبعتها في 25 جامعة. آخر مشاركة كانت في البرلمان البريطاني. في البرلمان البريطاني أنا رايح، صديق لي اسمه عاهد، مش عارف طبعا عاهد فقد في هذه الحرب 200 شخص من عائلته، من آل سالم، وحقيقة لا أعرف إذا كان هو من بين الأحياء أو الأموات. عائلة سالم قصفت مرتين، مرة في الشيخ رضوان، ومرة في فيلا بالقرب أو فيلا أبو رمضان بجانب برج شوى وحصري. الضربة الثانية أخذت حوالي 107 أشخاص، والضربة الأولى أخذت أكثر من 70 شخص. وأعرف أنه عاهد كان يعني عائلته موجودة في الشيخ رضوان. المهم عاهد كان بيحكي معايا كيف بيعاني عشان يحصل على المية، وزوجتي كان عندي طفلة بتحكي لي كيف بالليل بتولع نار وبتسخن المية عشان فيش غاز في نص الليل عشان البنت عندي تشرب حليب. فكنت يعني متأثر بشكل كبير، فوقفت في البرلمان بحكي انه I feel ashamed، انه انا بشعر بالعار ان اكون هان واسرتي وشعبي هيك هيك. كانت كلمة مؤثرة، فالجميع بكى بذاك الوقت. فتعرف علي دكتور اسمه عرفات ماضي، عشان تعرف كيف أنا دخلت بالحقوق بمجال الحقوق. عرفات كان يرأس حملة اسمها الحملة الأوروبية لكسر الحصار، فقال لي إنه إلا تنام عنا تبيت عنا. رحت بيتت عنده، وتاني يوم الصبح طلعنا افطرنا مع بعض وانخرطت في الحملة الأوروبية لكسر الحصار. الحملة الأوروبية لكسر الحصار لعبت دور أساسي في تسيير سفن كسر الحصار، وكان التحالف من 34 مؤسسة أوروبية، جزء منها فلسطيني وجزء منها كان يتهم اتهامات يعني guilty by affiliation، إن والله فلان الفلاني فيها هو عضو مجلس إدارة في جمعية كذا، وجمعية كذا برأسها كذا وكذا، أصلا معروف كذا. فبتعرف التصنيف الإسرائيلي، حتى كان معنا يهود وصنفوا ضمن نفس التصنيف. بكل الأحوال أنا في الحملة بجانب موضوع كسر الحصار والسفن والاجتماعات، هذه كان ملف بامسكه هو الملف السياسي والحقوق من باب المتابعة. فكان في عام 2011 يناقش تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان، فطلعت من بريطانيا فترة الدراسة إلى جنيف إني أحضر جلسة مناقشة تقرير جولدستون اللي هو بيحكي عن الحرب، آسف، حرب عام 2008 أو الهجوم الإسرائيلي عام 2008 عام 2009. بدي أدخل المجلس، لا حيلك ممنوع. ليش ممنوع؟ قال لازم تكون جاي من طرف جهة معها الصفة الاستشارية اللي هي إيكوسوك عشان تعطيك دعوة تدخل الأمم المتحدة. مين يا جماعة عنده الصفة الاستشارية الإيكوسوك؟ قالوا في جمعيتين في فلسطين. حكيت مع الجمعيتين بعرفهم، رفضوا يعطوني الكتاب الدخول. فقلت بس والله غير أعمل منظمة حقوقية، يعني هم منظمة بنعمل منظمة حقوقية. فعملت حاجة اسمها المرصد المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. هذا الكلام في شهر 10 2011. فكتبت البيان. البيان طبعا بتكتبه، عندي خلفية إلى حد ما بالإعلام،
معايا شباب كانوا في شبكة قدس كان بدايتها، وكنت أحد القائمين عليها في البداية، فكنت أتعرف على بعض الشباب اللي بكتبوا منيح. كان في صبية وكان في شاب، فكتبنا البيان الأول أصدرناه، بتذكر باسم أو حتى قبل ما ينخرطوا معايا كتبت البيان الأول باسم المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان، انتشر بشكل كبير. بعد ما انتشر بشكل كبير كان في ذاك الوقت بتعرف الربيع العربي، الناس في مصر وفي، فبدأت أتواصل مع شبان من دول أخرى إنه للأسف أي شيء فلسطيني بيبقى محصور في الإطار الفلسطيني، لكن لو عملنا شيء ببعد إقليمي وهذا البعد الإقليمي يعني تكون القضية الفلسطينية حاضرة فيه أو الملف الفلسطيني حاضر فيه بشكل كبير، بيعطي مصداقية أكبر. أنت جاي من منظمة إقليمية، هذه المنظمة الإقليمية بتحكي في الملف الفلسطيني وبتشتغل في ملفات أخرى. فحكيت مع مجموعة من الأصدقاء بينهم عبدالله الفخراني مثلا من مصر إذا بتعرفه، وبالفعل أطلقنا حاجة اسمها المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان، اللي هو اعتمد بشكل أساسي على الشبان الفلسطينيين والعرب المقيمين في أوروبا، واللي انخلط ناس كثير أنت بعتقد بتعرفهم، جزء مهم مثلا حنين حسن لعبت دور كبير في البدايات في التأسيس وما زالت حتى هذه اللحظة بتشكل دعم، وكبرت المؤسسة، وهيك أنا صار لي دور في عمل حقوقي لا أرغبه. يمكن قبل ذلك كنت متشكك أنه لا أؤمن فيه، لكن بالتأكيد بعد اللي صار بغزة أنا بعتقد أنه إيماني بالعمل الحقوقي، بديش أقول أنه لا أؤمن فيه بقدر ما أنه هو مجرد أداة من عمل دبلوماسية شعبية لا أكثر ولا أقل، وهذا بيستلزم أنه نكون صريحين مع الناس حقيقة، لأنه الناس آمالها كبيرة على العمل الحقوقي. ومعك المايك أكيد حتسأل بهذا الإطار كتير. طب تأسس الأورو المتوسط يبلش يشتغل، في محطة بالنسبة لي اللي خليني أحكي هيك بالأول، أنه اشتغل بشكل مغاير عن بقية المؤسسات التانية، فكان في نقد حتى لإلك لطريقة عملك لطريقة عمل الأورو المتوسط، لأنه مش هاي المعايير أو مش هاي طريقة الشغل اللي المفروض نشتغل فيها العمل الحقوقي ما بين قوسين يعني. بس العلامة الفارقة كانت اللي هو وضع الأورو المتوسط على قوائم الإرهاب، أعتقد من قبل الجانب الإسرائيلي، من قبل الاحتلال الجانب الإسرائيلي، من قبل الاحتلال. أي سنة رامي؟ 2014 بعد الحرب. 2014 بعد الحرب، بعد أظن عملية التوثيق اللي صارت في خلال الحرب نفسها. صحيح. واسمك كمان كان معها في حينها. بعتقد أنه أنا يعني أنا كأحمد هلأ عم بحكي لك أنه صرت أفكر بشكل مغاير. أي نعم الإسرائيليين مجانين أحيانا يعني بيعملوا بكبروا من قصة أو مثلا بتكون عندهم المحاذير الأمنية أو السياسية إحنا مش شايفينها في حينها، ولكن اللي قلت لك إياه يعني لما حكيت معك بالأول أنه لما صارت الأيام هذه الإبادة رجعت القصة في بالي رامي يعني، وانبسطت انك انت حتى تفاجأت يعني انه مش خاطر لك الموضوع، بس انه لاول مره بشوف انه شوي. طب ليه تم الحظر في هذيك المرحله؟ ممكن كان في اسباب او دواعي موجوده، بدي اسمع منك هلا يعني، بس كتير بهمني النشأة والمسار اللي اعطت خصوصيه للأورو المتوسط عن مؤسسات تانية اللي بعدين لاحقا تم حظرها ب 2014. قصة الحظر رامي ممكن تحكي فيها لمرة واحدة بشكل واضح بكامل تفاصيلها؟ أنا بحكي بالتفاصيل هذه يمكن حتى مؤسساتيا مش لو بدك تدرسها يمكن مش كتير صح، لكن ما دام احنا بنحكي بأريحية لا أعتقد أنه في شيء يخشى عليه الإنسان. وفي النهاية عمل الأورو المتوسط كمؤسسة راسخة ومؤسسة مهنيتها فرضت وجودها أعتقد أنه يتجاوز كل شكوك وكل تصنيفات. واليوم حتى منذ البداية الأورو المتوسط مش رامي عبده، أكيد هو ملك لكل شخص قدم لهذا المشروع وهذه المؤسسة، ولليوم بيشرف عليها مجلس أمناء رصين
برئاسة البروفيسور ريتشارد فولك، وهو يهودي بالمناسبة لكنه متعاطف مع الشعب الفلسطيني، وكان مقرر لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية سابقا. ونائبته فلسطينية الدكتورة حنين حسن، وأعضاء يعني يتابعوا بكل جد وبكل اجتهاد تفاصيل عمل الأورو المتوسطي. لذلك المرصد هو مؤسسة يملكها كل الشبان اللي انخرطوا فيها، وأنا هان بحكي مش عن شاب وعشرة وعشرين، احنا بنحكي عن مئات الشبان اللي انخرطوا بشكل تطوعي في عمل هذه المؤسسة. المؤسسة لما أنشئت اتفقنا أنه في ثلاث فلسفات لعملها. الفلسفة الأولى أنه هذه المؤسسة لا تتلقى تمويل من أي جهة سياسية أو حكومية، وبالتالي يمكن إحنا كنا رواد عمليات جمع المال عبر التمويل الجمعي الكراود فاندينج قبل أن يعرف خلال السنتين الثلاثة الماضية الكراود فاندينج انتشر بشكل كبير، لكن في بدايات عملنا كنا نستخدم مواقع لانشكود الانديغوغو، وكنا نجمع التبرعات بشكل كبير من أجل الإنفاق على المرصد اللي موازنته بالمناسبة قليلة جدا، وأنا راح أحكي ليش إحنا موازنتنا قليلة إلى حد ما. إذن الفلسفة الأولى كانت هو عدم تلقي تمويل من أي جهة حتى يتمكن المرصد من تصدير روايته بشكل مهني دون الارتهان لأي ضغوطات أو متطلبات. والأمر الآخر أنه عماد عملنا يكون الشباب والعمل التطوعي، لذلك في المرصد على سبيل المثال أكثر واحد اختيار هو أنا. والأمر الثالث أنه نطاق عملنا هي المؤسسات الأوروبية، سواء المؤسسات التشريعية أو المؤسسات التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وبالتالي بنحاول نعمل تغيير في انتهاكات حقوق الإنسان اللي بتصير في المنطقة عبر التأثير على صانع القرار الأوروبي في الدول الأوروبية، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو حتى على مستوى الدول الأوروبية. هذا بالتأكيد خلى المرصد محل اهتمام منذ انطلاقه. شباب عندهم خلفية في تكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي، شباب يتقنوا لغات مختلفة، جايين من بيئة أوروبية، صح هم أصولهم فلسطينية أصولهم عربية، لكن بالمجمل هم بيعيشوا بأوروبا، جزء منهم خاض تجربة العمل الحقوقي والعمل المؤسساتي في مؤسسات أوروبية ومؤسسات دولية، إجوا بدوا يشتغلوا ويقدموا شغل كبير. هذا الشغل الكبير بالتأكيد بيحط علامات استفهام أمام ذهن اللي بيعملوا في وسط حقوق الإنسان، وبيعرفوا أنه المؤسسات بشكل عام تعمل أو تعتمد على تمويل وعلى جهة راعية. فهذا خلى المرصد محل اهتمام، خصوصاً أنه بنعرف إحنا للأسف الشديد المجتمع الفلسطيني والعمل الحقوقي والعمل المنظمات المجتمع المدني في طابع الشلالية، أو طابع أنه في حالة استقطاب ينتج عنها حالة إقصاء. أي طرف أي مؤسسة بتكونش ضمن اللوب تبع المؤسسات المعروفة بيتم التعامل معها وكأنها جسم غريب أو جسم جاي ياخد كعكة. وأنا هذه الذكس يعني لا أنساها، استمعت أو قال لي إياها واحد من أهم أو أكبر الحقوقيين في فلسطين، وأنا في ذاك الوقت لاحقا رحت له وقلت له هاي موازنة المرصد وتحدثت معه على التفاصيل. قال لي رامي this is our market we will not allow anyone to take share of it. والله حرفيا وهو حي. فهذا الجو حقيقة أنك تبدأ فيه كان صعب، صعب لأنه عملية التصنيف، خصوصا أنه أنا مثلا جاي من غزة، جاي من فكرة كسر حصار، وكسر حصار عن غزة في تنميط معين. أي واحد بيشتغل لكسر الحصار على غزة لو كان سكناجي مش يهودي هذا برو إكس، هذا برو حماس، فسهل جدا أنت تأكسكلود ذم. فهذا خلى أنه إحنا مثلا كمنظمة أول ناس، وهذا طبعا مش على مستوى فلسطين، كمنظمة عندنا كان فريق بحثي بيعمل فيه شبان من اليمن، فطلعنا أول تقرير عن انتهاكات الحوثيين أول ما دخلوا صنعاء، فهاجمنا الحوثيين أنه إحنا ممولين من السعودية، لأنه كل بيستكشف شو هالمنظمة الجديدة ومن وين طلعت بهذا التقرير. فيشاء القدر أنه بعد أسبوع بنعمل تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين،
فنهاجم من وسائل إعلام سعودية وبحرينية إنه إحنا ممولين من الإمبريالية وإيران والمصطلحات هذه. فهذا الجو كان الصحيح كان معيق في البداية، إلى إنه مع مرور الزمن ومع مرور الوقت أثبتت تميزك في إصدارك للتقارير وتميزك في تقديمك للمعلومات. وهان بستذكر أحد المواقف اللي واجهناها، إنه كان في اجتماع لمنظمات حقوقية فلسطينية مع منظمات حقوقية إسرائيلية، فأحد العاملات في أحد المنظمات الإسرائيلية بتقول إنه يا جماعة في منظمة بتعمل إحصاءات عن الحصار جديدة موجودة في غزة إلها مكتب اسمها اليوروميد. فنط واحد منهم بيقول آه هدول برو إكس، هذا كان لنا عمر أشهر فقط، فينقل الكلام طبعا. فهذه الانطباعات رغم طبعا حيادية المؤسسة واستقلاليتها تماما وعدم انخراطها في أي تبني أي رواية لأي طرف على حساب طرف آخر، خلى يضع كثير من علامات الاستفهام، خصوصا أنه زي ما حكيت الطريقة اللي اشتغل فيها المرصد هي طريقة غير تقليدية. عشان أشرح أكثر، المنظمات الحقوقية التقليدية تحتاج مصادر مالية كبيرة، ملايين الدولارات من أجل جمع المعلومات. يعني أضرب لك مثال، إذا بدك تعمل تقرير عن الاعتداءات اللي بيمارسها الاحتلال الإسرائيلي على الصيادين في غزة، بيلزم تفرز على الأقل 2 أو 3 باحثين يوثقوا بشكل يومي هذه الانتهاكات، ويجمعوا التستيمونيز والشهادات ويلتقطوا الصور وإشي. هذا جهد حقيقي، بالتالي التقرير زي هذا ممكن يكلفك كل موازنة المرصد. وجودنا كشبان بيقدروا يجمعوا المعلومات عبر وسائل التواصل الحديثة. بالمناسبة احنا بنجمعش معلومات من أجل رفع القضايا بقدر ما انت بتجمع معلومات من أجل التوثيق. يضاف إلى الأحداث اللي ترصد حتى من الإعلام ووضعها في إطار واحد، ثم تأخذ بعض الحالات وبتوثقها توثيقا كاملا، والله تمزيق شباك بتأخذ حالتين ثلاثة وبتجمع الشهادات مباشرة، إطلاق النار بتأخذ شهادتين ثلاثة، عملية القتل بتوثق شهادتين ثلاثة. هذا شغل كله خلال أسبوع بتطلع تقرير، لأن هذا التقرير في دقته قد لا يكون دقيق 100%، دقته 99%، لكن هل هو تقرير يعبر عن جوانب الانتهاك كلها ولا لا؟ بيعبر. فأنت بتطلع تقرير ب$500 ممكن غيرك يطلعه ب$150,000. هذه التقنيات خلت إمكانية الإنتاج عندنا ومتابعة ورصد الانتهاكات أعلى من أي منظمة أخرى. وهذا طبعا بنعيشه الآن في الحرب الحالية على غزة، ويمكن نحكي فيه لاحقا. فإحنا أول عمل كان كبير لنا كان في متابعة الحرب الإسرائيلية والهجوم الإسرائيلي عام 2012. أصدرنا تقارير حول الاعتداءات اللي استهدفت عمليات القتل العشوائي واستهداف الأطفال، ووثقنا بشكل تفصيلي كل عمليات الاستهداف للأطفال. عام 2014 صحيح كان الهجوم الإسرائيلي كان قاسي جدا، أقسى من عام 2012 وعام 2008. فعملية الانتهاكات كانت كبيرة، وإحنا فريقنا لن يستطيع أو لم يكن قادرا أنه يرصد كل الانتهاكات، فقررنا نسلط الضوء على قضايا يعني تدحض الرواية الإسرائيلية الأساسية في سقوط الضحايا. فالرواية الأساسية الإسرائيلية في سقوط ضحايا مدنيين خلال الهجمات الإسرائيلية قائمة على أن فصائل المقاومة الفلسطينية تستخدم المدنيين كدروع بشرية. فأثناء قيام الشباب بالتوثيق رصدوا حالات استخدم الاحتلال الإسرائيلي فيها مواطنين كدروع بشرية، تحديدا في حي الشجاعية وحي القرارة. بناء على ذلك أصدرنا تقرير موجود على الموقع اسمه Matrix of Control. Matrix of Control يرصد طريقة استخدام المواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية. بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية شكلت بقرار أممي لجنة تقصي حقائق إسرائيلية دولية، وهذه اللجنة لم يسمح لها بالدخول إلى غزة، وبالتالي مكثت من عمان بتحاول تجمع المعلومات.
فمن ضمن المعلومات اللي مقدماها طبعا بتقدم جزء من هذه المعلومات اللي بتجمعها للجانب الإسرائيلي أو الاحتلال الإسرائيلي. فالاحتلال الإسرائيلي استلم تقرير يتحدث عن استخدام جنوده لدروع بشرية. أنا في المكتب فجاءني اتصال من ضابط مخابرات إسرائيلي اسمه رافي أو راني، هو مسؤول شعبة التحقيقات في الاستخبارات الإسرائيلية أو استخبارات الجيش اللي بتحقق في أي اتهامات وبتحاول تضحض رواية المنظمات الحقوقية وتضحض الأمور اللي بتورد أو بتحكي عنها لجنة التحقيق. فبيحكي أنتم قدمين هيك هيك هيك، قلت له نعم صحيح. قال ممكن نحصل على المواد الأولية والوثائق اللي بتثبت توثيقهم لهذه الحالات. طبعا إحنا منظمة مستقلة نتعامل مع الجميع، هذا منهجنا، ونلتزم تماما بأبجديات العمل الحقوقي وفق معايير الأمم المتحدة. ويمكن اللي خلانا نتميز أننا نلتزم في التزام حرفي. هناك الكثير من المنظمات تلتزم حرفي مع بعض التغيرات التي يعني تتبع رغبات المانح حتى في المصطلحات. وأنا أستذكر مثلا قبل عدة أشهر كان بيان صدر من منظمة حقوقية فلسطينية تحدثت عن حق الشعب الفلسطيني في الكفاح المسلح. الجهة المانحة أنظرتها أو أرسلت لها فقط إيميل، بعد 10 دقائق كان البيان متغير على سبيل المثال، رغم أنه نص القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ينص على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة. كمنظمة لا يوجد هذا التأثير لدينا، لأنه كما قلنا جزء مهم من عملنا يعتمد على العمل التطوعي، ولا نتلقى أموال من أي جهة لتمرر شروطها. فقلت للضابط اللي تحدث بعت لي إيميل رسمي. بالفعل بعت لي إيميل رسمي، جمعت الشباب فتحنا شاشة راجعنا كل المواد التي وثقناها حول عمليات استخدام المواطنين كدروع بشرية، وسلمنا المواد يوم الاثنين. يوم الخميس بعد 3 أيام أو 4 أيام البنت اللي كانت حلقة وصل كانت منسقة للجنة التحقيق تحدثت معي، قالت لي الإسرائيليين عجزوا عن الرد على اتهامهم باستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية. وتقرير لجنة تقصي الحقائق بالمناسبة عام 2014 كان يمثل أول إدانة أممية لإسرائيل باستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية. فالبنت بتقول لي توقع أنه يصير شيء. طبعا إسرائيل كجزء من استراتيجيتها عندما لا تستطيع مواجهة الحقيقة وضحض أي ادعاءات ضدها بتقوم مباشرة بالتشكيك بالجهة التي أصدرت هذه الادعاءات. لذلك على سبيل المثال إحنا الحرب الحالية لو كتبت اسم المرصد الأورو المتوسطي يوميا تجد موقع إسرائيلي يشكك في المرصد الأورو المتوسطي ويهاجمه يوميا يوميا، لم تبقى مؤسسة إسرائيلية إلا كتبت، لأنه هي لا تستطيع أن تنفي ما حدث ولا تستطيع أن تدفع عن ذاتها حجم الانتهاكات التي ارتكبتها، فتقوم بالضرب بالجهات التي تنقل هذه الشهادات، وهي سياسة متعارف عليها. جمدت أو حضرت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في الضفة، المؤسسات الستة اليوم تعمل نفس الخطاب حتى باتجاه الأونروا. ففوجئنا بعد ذلك بأسابيع بإدراج المرصد كمنظمة معادية أو محظور عملها داخل إسرائيل، والأمر لم يمثل حقيقة أي تحدي كبير لنا. على النقيض تماما شعرنا أنه هذه فرصة لأن نستمر على مثل هذا المنهج وهذا الدرب. وبالعكس يعني بعد الإدراج أدرج الإدراج الأول، إدراج الأول هو أدرج لمرة واحدة، وحتى هذا الإدراج حتى مطمئن من يتعامل معنا صلاحيته انتهت، لأنه هناك فترة زمنية هذه الصلاحية انتهت. لكن بالتأكيد هذا كان ناتج أن المرصد يتحدث عن قضايا لا يستطيع أن يتحدث عنها الجميع بفعل اعتبارات ومحاذير. من ضمن هذه القضايا على سبيل المثال اللي أثرناها وشكلت نقطة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي هي المشاريع الممولة أوروبيا. لم يتحدث أحد عن مشاريع تمولها أوروبا على سبيل المثال، ويقوم الاحتلال الإسرائيلي بتدميرها، ولا تستطيع أي جهة فلسطينية أن تتحدث عن ذلك، لأنه ببساطة التمويل يأتي من الطرف الأوروبي
والطرف الأوروبي سيكون محرج كثيراً أنه يحقق معه أنه أموال دافع الضرائب قاعدة بتضيع بهذا الشكل وما فيش حد بيحكي بالموضوع. لذلك مثلاً التقرير اللي عملناه في عام 2016 لم يتعاون معنا أي جهة أوروبية، لم تتعاون معنا أي ممثلية أوروبية، بالعكس كانوا يتهربوا من الرد على الإيميلات لأنه ببساطة يمثل اتهام لهذه الممثليات وهذه السفرات وهذه الجهات أنه أنتوا قاعدين بتضيعوا مال الأوروبيين وما بتاخذوا موقف. فجمعنا المعلومات بشكل آخر عبر حصر المشاريع داخل البلديات، حصر المشاريع الممولة من قاعدة البنك الدولي، الآليات اللي هي نعرفها نحن، وأصدرنا تقرير رصد مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي مدمرة بقيمة 90 مليون دولار، وقدمنا التقرير للاتحاد الأوروبي وصدر قرار من البرلمان الأوروبي وصدرت إدانة وصدرت مطالبة لإسرائيل من أجل دفع هذه المبالغ. لم يحدث دفع لهذه المبالغ لكن بالتأكيد مثل خطوة لفضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي. هذا بالتأكيد منظمات أخرى لا تستطيع أن تتحدث فيه، هي تستطيع لكن ربما اختارت مرغمة أو بقرار ذاتي ألا تتحدث عن مثل هذه الأمور، وهو الأمر الذي كما قلنا ميز عمل المرصد. طيب يعطيك العافية رامي على السرد هاي، لأنه هيك حتى جاوبتني وصار واضح لي أكتر التميز اللي موجود بين نمط عمل المرصد والمؤسسات الثانية. يمكن إذا بنفع بفضل أنا بنمط العمل اللي بشتغله في الإعلام بالمحتوى الفلسطيني، بحب أسميه نشاط إعلامي أكثر بطريقة العمل المختلفة عن نمط عمل الإعلام التقليدي. وبعتقد أنه المرصد هو فعليا عم بعمل نشاط حقوقي أكثر منه عمل حقوقي، وهون بحاول أميز ما بينه، لأنه ممكن العمل الحقوقي فيه متغيرات أقل وظروف أقل أو مؤثرات أقل اللي بتحوله لمهنة لكارير، اللي أنت فعليا بتصير بدك يعني تعمل تقرير عشان تمشي كذا، وبدك تتابع هيك عشان تتابع هيك. وحتى فكرة سعي الناس للتطور الوظيفي بتكون مثلها مثل يعني بوصل الواحد لمحل انه بصير مثله مثل عمله بشركة اتصالات. ولكن نمط العمل اللي انت بتحكي عنه، طريقة العمل، الاسماء الشباب اللي على مدار السنين هذه كلها دخلت وطلعت او اضافت وطلعت او تطوعت، بيعمل فيها يعني تغيير ابعد عن العمل المهني ما بين قوسين يعني البحث او التقليدي، خليني احكي اللي هو اقرب لشركة اتصالات. ولكن تعال نيجي نشوف احنا اليوم بنلاقي انه في كتير مؤسسات، وغزة هي عنوان فعليا للعمل طوال الوقت، كانت بسنين الحصار يمكن اجت مشاريع كتير لرصد الانتهاكات ورصد فعليا يعني مظاهر، خليني احكي، الاحتلال والحصار والعقوبات اللي موجودة باتجاه اهلنا في غزة. هذا الاشي المفروض انه طور الفرق. انا بطلت فاهم اليوم يعني، وهذا يمكن الداعي التاني لتسجيل الحلقة هاي، انه وين غابت هذه المؤسسات فجأة من مكان في يعني. أنا بعتقد أنه أنا متابع بشوف أنه الأورو متوسطي هو بنتج كتير، بعمل كتير تقارير، ولكن عندي أكتر أنه هذه التقارير هي نشاط إعلامي أكثر من أنه النشاط على مستوى توثيقي. في ضرب أكل يعني أكلها العاملين أو الناشطين بالعمل الحقوقي في غزة مثل ما كتير قطاعات. ولكن رامي بعتقد أنه مثل نفس السؤال اللي كان باتجاه الإعلام، كيف غابت الكاميرا عن شمال غزة، كيف غابت الكاميرا عن شمال غزة بمرحلة ما، نفس المنطق اليوم أنا بسأله باتجاه العاملين في الجانب الحقوقي أمثالك وأمثال أورو متوسط والمؤسسات الأخرى، كيف غابت المؤسسات هاي عن توثيق كتير جوانب إحنا منعيشها اليوم وكثير معاناة بنسمعها من أفراد. لا شك أنه سؤال مهم، خصوصا في ظل الحرب الحالية، وكان الكل ملاحظ هذا الغياب. أنا حقيقة ما عندي تفصيل شو سبب هذا الغياب، لكن بقدر أقول أنه على الأقل في الأسابيع الأولى للعدوان كان هناك غياب كامل للمنظمات الحقوقية. الغياب هذا وضع ضمن عليه علامات استفهام لا شك، ووضع الكثير من الملاحظات من المواطنين أنه ليش، وهل هو مرتبط بإرادات معينة أو توجيهات سياسية معينة؟
هذا سؤال مشروع وأعتقد الناس سألته، لكن حقيقة في هذه الحرب تحديدا لا يجب أن ننسى أنه العمل الحقوقي يواجه صعوبة كبيرة، والعاملين في الحقل الحقوقي أيضا كانوا عرضة للاستهداف مثلهم مثل أبناء شعبنا، وهذا اضطر أو خلى جزء منهم للأسف يغادر حتى غزة، وهذا عزز طبعا الملاحظات عند الناس. لكن بالمجمل في غضب، في شعور بأنه المنظمات الحقوقية لم تقم بواجبها، وهذا اللي خلانا بحقيقة نصدر بشكل يومي تقارير عن الواقع اللي بيعيشه الناس في غزة، وأعطى انطباع أنه إحنا بنشتغل شغل نشاط حقوقي أكثر من مؤسسات حقوقية. أعتقد أنه اللي صار في خلال هذا العدوان طيف واسع من الجرائم التي لا يمكن السكوت عليها وانتظار انتهاء العدوان حتى يتم عملية التوثيق، وهذا القرار اللي أعتقد أخذناه وأعتقد كنا موفقين بدرجة كبيرة فيه. اليوم المرصد عنده باحثين منتشرين في كل مناطق غزة، لا شك نواجه صعوبة في عمليات الاتصال مع الباحثين، نستفيد أيضا من عشرات بل مئات الشبان اللي انخرطوا في مشاريع للمرصد مثل مشروع لسنا أرقاما على سبيل المثال، هذا انخرط فيه أكثر من 200 شاب، هؤلاء موجودين في مجموعة واحدة ونحصل على معلومات منهم وشهادات أحيانا، إضافة إلى الباحثين الميدانيين اللي بيواجهوا صعوبة كمان في التحرك والاتصال واضطرينا نوفر لهم إيسيمز عشان نقدر نتواصل معهم. فكان القرار إنه هل ننتظر حتى ينتهي العدوان ونقدم توثيق شامل لما جرى من مجريات انتهاكات حقوق الإنسان اللي صارت وجريمة الإبادة التي حدثت، أو نقوم بتوثيق يومي لكل ما يتوفر لدينا. فكان القرار إنه إحنا ما يتوفر لدينا من شهادات نقوم بتبويبه وتسليط الضوء بشكل يومي عن أبرز الجرائم أو جرائم نعتقد أنه من المهم توجيهها وإخبار العالم فيها. وعلى هذا الأساس على سبيل المثال نصدر كل يوم تقرير أو تقريرين، هذا مكننا أن نساعد في رسم صورة حول مجمل الانتهاكات التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي. والجميع وضع ملاحظات مهمة في هذا الإطار حول غياب المنظمات الحقوقية اللي مثلا في حرب 2014 وأنا كنت موجود في غزة في ذاك الوقت 2021 كانوا على سبيل المثال قادة هذه المنظمات بشكل يومي يظهروا عبر مؤتمرات صحفية في مستشفى الشفاء، وكان هناك تقارير دورية وكان صوتهم يخرج عبر وسائل الإعلام، في ملاحظات إنهم غابوا، بعضهم ترك البلد، لم يقوموا بأداء أدوارهم على الأقل في الأسابيع الأولى. لكن حتى نكون منصفين يجب أن لا ننسى إنه العاملين في العمل الحقوقي في الأصل جزء أساسي منهم مناضلين، ومن يرأس منظمات العمل الحقوقي مناضلين، وأصابهم ما يصيب المؤسسات حقيقة من حالة ربما تكلس، ربما حالة ارتهان وظيفي، استجابة أو عدم شعور بأنهم يعني دفعوا دفعا إلى الظهور أو العمل ضمن أطر يشترطها الممول بشكل أساسي، والحرص على الاستقرار الوظيفي ربما. لكن هذا لا ينفي أبدا أنه هم في إطار استهداف وهم مناضلين حقيقيين، ربما بعضهم للأسف الشديد والجميع عرضة لذلك حقيقة مع الوقت ومرور الوقت لحالة ربما كما قلنا من التكلس الوظيفي، من الاستجابة للمعايير التي تفرضها الوظيفة دون أن يدري. لكن بالتأكيد جزء منهم أو جزء من العمل الحقوقي الفلسطيني يحتاج إلى أن يعاد الاعتبار له بشكل كبير، ويحتاج أيضا إلى أن يتسع صدره أكثر للعمل غير التقليدي والمبادرات غير التقليدية اللي هي للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لم تنجح هذه المنظمات في أدائها، واقتصرت هذه المنظمات على استخدام شعارات أو مبررات مثل الحفاظ على إمكانية التواصل مع الغرب أو عدم دمج جهات أخرى عليها ملاحظات.
هذا موجود أدى إلى شلل في العمل المدني الفلسطيني حقيقة، وتحديدا في المنظمات الحقوقية، وهذا يمتد إلى الضفة الغربية بالمناسبة. يعني حتى في الضفة الغربية اليوم تستطيع أن تضع مليون سؤال عن دور المجتمع المدني على سبيل المثال تجاه ما يجري في غزة، غائب تماما، لا يوجد مبادرات حقيقية. وأنا بحكي أنه لا يوجد شخص مثلا، ما بالك بمؤسسة، غير قادرة أن يقدم شيء. اليوم جامعات غزة على سبيل المثال مسحت، دمرت، والأكاديميين يتم استهدافهم، لكن لا تجد تقرير أو جهد من جامعة مثلا في الضفة الغربية، جامعة دير زيت تقود حراك على سبيل المثال. أنا أول اعتقال اعتقلته وأكلت علقة بصراحة في تظاهرة ضد إغلاق جامعة دير زيت في عام 91. وقس على ذلك اليوم أثار غزة تدمر، كم مؤسسة ثقافية اليوم موجودة في الضفة الغربية؟ ما حد فكر أنه والله نطلع تقرير عن المؤسسات الثقافية اللي بتم استهدافها. كم منظمة مجتمع مدني تعنى بالمرأة على سبيل المثال، وحراكات، وبتعرف كثير حراكات وانت مطلع. ما حد تمنى أنه والله بدنا ناخذ هذا الجهد ونذهب فيه بعيدا. وبالتالي لا، مؤسسات المجتمع المدني ككل فشلت في الاختبار، وهي بحاجة لإعادة التفكير مليا في تموضعها. ومنظمات العمل الحقوقي حقيقة أعتقد، رغم أنه في من موظفيها تم استهدافهم بالمناسبة، تحتاج إلى أن تفكر مرة أخرى حول شكل العمل الحقوقي الذي تريده، والقرب أكثر من تطلعات الناس وتوقعات الناس. لأنه جزء مهم حقيقة من اللي غذيناه على مدار السنوات الماضية هي، أنا أقول لك، هي عملية خداع للناس. سقف الناس المرتفع وتوقعاتهم من حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية، وجزء مهم من هذه المؤسسات قائم على فكرة أن المحكمة الجنائية ستنصفنا. وتعلم جيدا أنت أن المحكمة الجنائية حتى تستخدم اليوم لتغطية العورة. يعني يعلم الجميع على سبيل المثال أن المحكمة الجنائية لا تقبل إلا قضايا تنتج عن أو ينتج عنها عمليات قتل واسعة، واسعة النطاق. لذلك مثلا المحكمة لم تقبل قضية ما في مرمرة، لأنه فقط القتلى فيها 10 أو 11. بيجي أسير بيعتقل أو بيستشهد في السجن، بيطلع الرئاسة الفلسطينية بتقول قدمنا ملف الأسير إلى المحكمة الجنائية. هو يعلم جيدا أنه لا يستطيع فعل شيء. واليوم حتى في حرب غزة بتلاقي مجموعة من المحامين طالعين ورايحين على باب المحكمة الجنائية ورايحين إحنا نقدم شكوى، في حين أنه لا يستطيع تقديم شكوى إلا دولة أو مجلس الأمن. يعني المنظمات والأفراد يقدموا معلومات من أجل تعزيز التحقيق اللي أوريدي مفتوح، واللي أوريدي فاتو بن سودة مكثت 5 سنوات بتموت فيه عشان الإرادة السياسية الدولية. فاستمرار بيع الوهم هذا للناس أمر أساء للعمل الحقوقي وأساء للناس وتوقعات الناس. اليوم بيطلع أي واحد بيقصف بيته بيقول وين منظمات حقوق الإنسان؟ لأنه في انطباعات أعطيت للناس أن منظمات حقوق الإنسان قادرة على وقف العدوان ووقف الانتهاك. فهذا كله أعتقد يحتاج إلى إعادة تفكير. وأنا أعتقد الجميع من هذه المنظمات وغيرها سيفكر مرة أخرى في العمل الحقوقي مجبرا، لأنه من الصعب الآن أن تأتي مثلا بمنحة بريطانية أو منحة ألمانية أو منحة فرنسية أو تحصل على جائزة من فرنسا مثلا وتأتي للناس وتقول لهم بدي أعطيكم دورة في حقوق الإنسان في غزة. صعب الآن، صعب صعب، وسيكون من الصعب جدا أن تقدم هذه المصطلحات للناس، ومن الصعب جدا ألا تلتزم بمواقف مبدئية. يعني قبل كان ممكن الناس على سبيل المثال مفوض الاتحاد الأوروبي في شهر 3 أو في شهر 4 الماضي عملت مواقف مناصرة وحادة ضد مناصرة لإسرائيل وحادة ضد الشعب الفلسطيني، صار ضغط وحراك داخل منظمات المجتمع المدني، قرروا أن يقاطعوا حفل أوروبا المقرر في شهر 5. المفوضية الأوروبية عملت الحفل في 1/6، كل هؤلاء كانوا أول الحاضرين. هذا المشهد لن يسمح فيه الشعب الفلسطيني في غزة تحديدا. لذلك من المهم إعادة التفكير في أهداف وآليات عمل منظمات حقوق الإنسان. هذه نقطة. النقطة الثانية أعتقد متعلقة بالتعاطي مع العدوان الحالي، وهو الأمر اللي حاولنا سد الفجوة فيه،
وأثرنا أن نبذل جهد أكبر وأن نوسع في طواقمنا وأن نعمل على مدار اللحظة. العمل الحقوقي التقليدي يفترض التوثيق الشامل والدقيق، وهذا يتطلب حقيقة جهود كبيرة، حرية حركة، حرية اتصال، وأيضا غطاء مالي وغطاء أمني. هذا لا يتوفر في الحالة الفلسطينية الآن في قطاع غزة، وبالتالي ربما هذه المنظمات، ربما أنا أقول ربما رغم أنه هذا دور حقيقة عاجز لا يجب أن يتم، قالت أنه ننتظر حتى ينتهي العدوان ونقوم بعمل التوثيق الشامل، وهذا أمر خطير. ليش؟ لأنه ببساطة ما يحتاج الناس وما يحتاج العالم أن يعلم جيدا هذه الانتهاكات خلال العدوان. أنا أضرب مثال على سبيل المثال في موضوع أرقام وزارة الصحة، تعلم جيدا أنه الاحتلال الإسرائيلي أحد استراتيجياته أن يشكك في أرقام الضحايا، يعني هو بيقتلش الضحية كمان بيشكك برقم الضحية. إحنا مكثنا 3 أسابيع الأولى وإسرائيل تشكك في الأرقام لأنها صادرة من وزارة الصحة اللي كانت قبل ذلك تعتمدها وزارة الخارجية الأمريكية، وقالوا أن وزارة الصحة هي وزارة تابعة لحماس. وبايدن نفسه تحدث يشكك في هذه الأرقام، إلى أن اضطرت وزارة الصحة لاحقاً أن تصدر قوائم بالتفاصيل والأسماء، في حين أنه كان هذا الأمر يحل مجموعة من هذه المنظمات تصدر تقرير تتحدث عن عدد الضحايا. هذا لم يحدث، وذات الأمر كان يمكن أن يحله حتى هذه اللحظة يحله أن وزارة الصحة مثلاً في رام الله تصدر تقرير حول رقم الضحايا، بتبطل ساعتها وزارة الصحة تاعت حماس، رغم أنه تعلم جيداً أنه رقم وزارة الصحة في غزة متحفظ جداً، لأنه معايير التسجيل لدى وزارة الصحة في غزة معايير صعبة جداً. يجب أن يصل الضحية إلى المستشفى وتصدر بحقه شهادة وفاة والطب الشرعي يشوفه حتى يسجل. اليوم إليك تتخيل مئات من الضحايا دفنوا في أفنية المنازل، لم يصلوا إلى مراكز، فيش مستشفيات عملياً، فيش مستشفيات في شمال غزة. يضاف إلى ذلك اليوم 8000 شخص موجودين تحت الأنقاض، أنت بتحكيش عن 100 و200 عشان تستثنيهم من عدد الضحايا، أنت بتحكي عن 8000، وفرص وجود أحياء منهم معدومة. يعني لذلك إحنا مثلا في المرصد اخترنا أن ندرج هؤلاء في عداد الضحايا على قاعدة أنه موجود تحت الأنقاض قبل 14 يوم، وبالتالي فرصة وجوده حي تكاد تكون معدومة. لذلك كان في أدوار لمنظمات حقوق الإنسان كان يمكن أن تقوم فيها، لم تقوم فيها. هذا وضع كثير من الملاحظات. هل الأمر ارتباط بتوجيهات؟ خصوصاً أنه نعلم جيداً أن بعض المنظمات تلقت توجيهات، بعض المنظمات هددت بوقف التمويل وبالتالي أوقفت عملها بناء على وقف التمويل. هذا حقيقة لا ينسجم مع منطلقات نضالية أسست عليها هذه الجمعيات، لأنه جزء من هذه الجمعيات وفيها أشخاص دورهم كثير رائع وأشخاص لعبوا دور مهم في فضح الانتهاكات الإسرائيلية، لكن كما قلت آلة التكلس وآلة الارتهال القرار الممول أدى إلى أنه نعيش هذه الحالة. من جانبنا حقيقة اللي نفعله أنه إحنا نقوم بتوثيق هذه الانتهاكات بشكل يومي بدون جهد منظم، يعني لا نتحدث عن توثيق شامل لكل الانتهاكات، لأنه لا نستطيع، لا إحنا ولا 100 ضعف من فرقنا يستطيع أن يوثق هذا الكم من الوحشية والإجرام الإسرائيلي. لذلك نحاول توثيق ما نستطيع ونقوم بتسليط الضوء عليه، وأعتقد أنه هذه الرسالة أو هذه الرسائل اليوم تلقى أذان صاغية، والوكالات الدولية والمؤسسات الدولية بشكل عام تعتمد اليوم على تقاريرنا وملاحظاتنا وتشكل انطلاق من أجل عملية التحقيق، وحتى في محكمة العدل الدولية جزء مهم من الدفعات التي قدمتها أو قدمها جنوب أفريقيا يعتمد على التقارير اللي أصدرناها، لأنه الحال سيكون أصعب بكثير لو لم نقم بإصدار هذه التقارير، لأننا فعلا رسمنا خارطة لمجمل الانتهاكات وأنواع هذه الانتهاكات التي رسمت، ولفتنا النظر إلى طبيعة الانتهاكات التي تحتاج إلى اهتمام، وأيضا إلى الأدوار التي يجب أن تقوم فيها منظمات دولية. المؤسسات الدولية تعلم في قطاع غزة في 18 وكالة دولية، هذه الوكالات بصراحة انهارت تماما،
وجزء منها تماهى مع الرغبات الإسرائيلية. وحتى هذه اللحظة البرنامج الغذائي العالمي لا يقوم بتحريك شاحنات إلا إذا قال له الإسرائيلي أحرك، رغم أنه قادر أن يحرك هذه الشاحنات بالتعاون مع وكالات، ويقول للإسرائيلي هذا دوري وعليك أن لا تستهدفه. وكالات دولية شهدنا انهيار في دورها، انخراط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين خضعت للتخويف الإسرائيلي والتهديد، وشفناها أنه أول جهة بتروح بتخلي مقراتها في شمال غزة وأعطت رسالة للفلسطينيين، وهي جهة مسؤولة عن 70% من اللاجئين في قطاع غزة، إنه لا فيش غطاء لكم. المستشفيات تحاصر تقصف، ومنظمة الصحة العالمية لا تفكر بتشكيل وفد تقول أنا والله رحت على مستشفى الشفاء وفحصت مستشفى الشفاء، ويا عالم ما فيش في مستشفى الشفاء شيء. لم يقم بهذا الدور، وقس على ذلك حتى مؤسسات دولية. بالتالي حالة الانهيار حقيقة لم تقتصر على الوكالات الدولية والمجتمع المدني الفلسطيني، بس حتى المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين. اليوم الناس بتحكي عن الصليب الأحمر وهي محقة، يعني أنا لا أستطيع أن أستوعب أنه أنا صليب أحمر أعمل في منطقة نزاعات وبصير النزاع وما بعزز طواقمي ولا بعزز كوادري ولا بعزز إمكاناتي ولا بعزز عرباتي، بزدهمش. يعني عادة بصير عندك كارثة بتجيب طواقمك في سوريا وفي لبنان وفي العالم كله بتضخهم وبتجيب سيارات وعربات وبتعمل نقاط. هذا لم يحدث. متى حدث؟ حدث عند أول عملية تبادل مع الرهائن أو الأسرى الإسرائيلية لدى المقاومة الفلسطينية. شفنا سيارات الصليب الأحمر، مش سيارة وسيارتين، شفنا عشرات السيارات، في حين أنه آلاف النداءات وجهت من الناس في غزة العالقين حتى في مناطق ليست مناطق اشتباك، لم يتحرك الصليب الأحمر. هذا يضع حقيقة علامات استفهام عن كل عمل المنظومة الدولية الرسمية والمنظومة غير الحكومية. طب رامي اسمح لي بدي أقاطعك هون، لأنه إحنا قبل شوي حكينا ما بدنا نبيع الناس وهم. جزء من عمل الصليب الأحمر، منظمة العفو الدولية، Human Rights Watch، خلفيات كل مؤسسة، الديناميات أو اللي بتشتغل فيها، التوازنات وغيرها بنعرفها، وأنا وإنت بنعرفها. فالآن أنت لما بتقول لي أستغرب 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 أنه يعني إذا أنت بدكش توفر لي إجابة مين توفر لي، واحد إشي تاني أنه أنا بستغرب من استغرابك. يعني أنا اليوم بالنسبة لإلي متفاجئ كأحمد غير العامل بهذا المجال أنه منظمة العفو الدولية بتطلع بيانات تتبنى فيها المعطيات والمعلومات اللي موجودة في خطاب نتنياهو، يعني مش حتى مؤسسة حقوقية إسرائيلية، تمام؟ وبتفاجأ فعليا بأنه كيف أمنستي إسرائيل بتطلع بتعلي حتى على أمنستي إنترناشنال، بتفاجأ بأنه أمنستي مثلا بالتحقيق اللي أنا اشتغلته أنه بتلاقي في حفلة 7 أكتوبر تتبنى فعليا فكرة أنه كان هجوم على الراقصين. Human Rights Watch موضوع التحقيق المعمداني، الصليب الأحمر نفسه. هلأ إحنا بنعرف رامي السقف تبع هذه المؤسسات يعني ما قبل 7 أكتوبر، تمام؟ فبالنسبة لي على مستوى حجم شغل وعلى مستوى خطاب رح نجيله، بس انت ليه مستغرب هالقد؟ يعني ليه كمان عم توهم متابعي تقارب ومستمعي تقارب بانه احنا بنتوقع منهم اكتر من هيك؟ لا، شوف، احنا اذا نظرنا للحالة قبل 7 من اكتوبر في خطوط حمر لم تكن تتجاوزها هذه المؤسسات. حجم الانخراط في تبني الرواية الاسرائيلية والتماهي مع الرغبات الاسرائيلية هو حجم غير مسبوق. احنا شفنا هذه المؤسسات في عام 2014، في حروب سابقة، في عام 2021. هذا الغياب وهذا التواطؤ والخد والعمل من أجل خدمة الرواية الإسرائيلية لم يكن بهذا الشكل حقيقة. يعني اليوم هذه المنظمات فقدت مصداقيتها بشكل كامل. كان يمكن أن تحافظ على نوع من التوازن وأن تمارس الأدوار التي بالمناسبة هي ليست أدوار تأتي من رغبة منها، بقدر ما هي أدوار تأتي من المحرك الأساسي لعمل هذه المنظمات. وإحنا عشان نفهم حقيقة نحكي بصراحة، المؤسسات الحقوقية بالمجمل شئنا أم أبينا جزء من قوة ناعمة لبعض الدول. أنا أدعي، وممكن يصححني أي حد، لكن أنا من متابعتي أستطيع أن أقول أن Human Rights Watch هي جزء من القوة الناعمة الأمريكية، وقد يكون جزء منهم يستخدم لأغراض معلوماتية. أنا أستطيع أن ألاحظ مثلا أن Human Rights Watch بمجرد حدوث الحرب على أوكرانيا، لأنه هذا الأمر يتماشى مع الإرادة الإسرائيلية الأمريكية، كل جهودها راحت للحرب الأوكرانية على سبيل المثال. يعني ممكن تلاقي للحرب الأوكرانية مصدر 100 تقرير، في المقابل ما جرى في غزة
مش مصدر 10 تقارير. نفس الشيء على سبيل المثال أمنيستي، لا أستطيع أن أضع أمنيستي خارج إطار عصا القوة الناعمة البريطانية، وهذا أمر نلاحظه. أمنيستي بتقول آه والله إحنا بريطانيا خسرت منافستها لكأس العالم في مع قطر، خلينا نشتغل بشكل كبير مع قطر أو ضد قطر، أو على سبيل المثال قضايا معينة، لا أريد أن أتحدث عن هذه القضايا. وهو أمر ينعكس حتى في ممارسات المنظمات حتى المحلية والمنظمات الحقوقية. المنظمات اليوم في غزة كان شغلها الشاغل قرارات الإعدام التي تصدرها حكومة غزة. أنا لست مع قرارات الإعدام حتى لا يفهم أحد، يعني أنت تعال شوف المنظمات المحلية شو شغلها، قرارات الإعدام النساء، قرارات الإعدام النساء، هذه تأخذ حيز كبير. ليش؟ لأن هذه الأجزاء هي الأجزاء التي يمنيها الممول، وهي الأجزاء التي يمنيها المحرك. حتى منظمة بيت سالم على سبيل المثال، هذه منظمة إسرائيلية، منظمة بيت سالم، أنا أذكر خطاب لرئيس إسرائيلي في عام 2009 بحاول أتذكره، كان في مناسبة على مرور أعوام على منظمة بيت سالم، يقول لم يقدم أحد خدمة لإسرائيل كما قدمت منظمة بيت سالم، لأنه قدمت الرواية الإسرائيلية كدولة ديمقراطية. الآن بيت سالم لاحقا بعد انهيار اليسار راح تأخذ تمويل أوروبي إلى آخره، وصار خطابها نوعا ما أكثر رصانة وأكثر جدية، لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الخلفيات. والخلفيات اليوم بتقول أنه مثلا أحد العناوين اللي بيشتغلوا عليها هاي المنظمات، وأنا مش ضد، يعني أنا بستخدم فكرة الأبارتهايد، إسرائيل دولة أبارتهايد بنستخدمها عشان تخدم جزء مهم من إظهار حقيقة الانتهاكات اللي بتمارسها إسرائيل، لكن قضيتنا فعليا ليست قضية أبارتهايد مع الاحتلال الإسرائيلي. يعني أبارتهايد يفترض أنه هو دولة واحدة، كيان واحد في مجتمعات غير متجانسة، في مجتمع حقه أقل من الحق المجتمع الآخر، وكأنه القضية شعب موجود في أعراق مختلفة، والله وعرق قاعد يعني يتفوق في الامتيازات عن عرق آخر. قضيتنا في فلسطين ليست كذلك. يعني هذا لحد التقارير الأخيرة اللي طلعت هيك، ضل النقاش لحد تقرير أمنيستي، بعد تقرير أمنيستي يعني شخصوا بشكل مختلف يعني. بس أنا معك بأنه تقرير هيومن رايتس واتش كان واقف على الأرضية هاي، وبالتالي هم لا يخدموا للأسف الشديد بشكل أو بشكل آخر برامج لا تلتقي، على الأقل خليني أقول لا تلتقي مع الحركة النضالية الفلسطينية والتطلعات الوطنية الفلسطينية، وهذا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. وبالتالي أنا أعتقد أنه مفاجأتنا كانت أنه هذه المنظمات أخذت أدوار إلى حد ما يراها الفلسطيني، يعني لا أريد أن أستخدم مصطلح وقحة، لكن طعنت ليس فقط في عملها وإنما طعنت في العمل الحقوقي ككل. نحكي عن مؤسسات يعني دولية، كمؤسسات دولية لا يستطيع عاقل أن يستوعب على سبيل المثال أنه قضية فيها إشكالية زي قضية المعمداني على سبيل المثال، الصاروخ الإسرائيلي لا يمكن يعني تحقيق عمليا. هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريرها وأرسلت خطاب لوزارة الداخلية في غزة، الداخلية غير قادر على التحقيق لأنه فعليا الأجسام الرسمية والأمنية في غزة مشلولة، لم يأتي أحد ليحقق، لم يوثق شيء، القطع البقايا الصاروخ لم يطلع عليها أحد، وفي النهاية تصدر تقرير. يعني هناك عشرات بل مئات الجرائم التي ارتكبت لم تلتفت إليها هيومن رايتس ووتش، لكن التفتت إلى قضية قد تكون مثار الجدل، هذا يضع علامة استفهام. وأنا تحدثت عن ذلك بصراحة حتى مع مدير مكتبها في فلسطين، قلت له هذا الكلام، وهو رد أنه هم يعملوا، واضح أنه في جهد آخر يعمل حقيقة حتى يعني نكون منصفين مع الناس. لكن بالمجمل أدوار هذه المنظمات لم تخدم العمل الحقوقي، وقدمت صورة للشارع الفلسطيني وللمتلقي أن هذه المؤسسات أو مؤسساتنا الحقوقية ككل هي جزء من عملية تمييع الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وتلطيفها، وهذا أمر أساء للعمل الحقوقي أكثر مما أساء لهذه المؤسسات. طيب بجانب من اللي أنت بتقوله، في قصة تانية اللي بظن إحنا نتحمل مسؤوليتها اليوم،
بمعنى أنه مثل ما الناشطين عموم الناشطين اللي موجودين حوالين العالم جزء من خطابهم كان بتهميش فكرة المقاومة المسلحة، بتهميش فكرة أو اقتصار الحديث، تحديد الحديث بأراضي 67، تحديد أشكال المقاومة، لما كان ينحكى في جلسات أو في مناظرات مع أنه حماس موجودة في غزة وعندها ممارسات، الرد كان على سبيل المثال بكون أنه مش كل غزة حماس. حتى الرد اليوم عم بيكون هو استمرار للنقاش هاد انه الضفة ما فيها حماس، وهاد في اقرار ضمني فعليا بانه في مشكلة حقيقية موجودة هناك. انا بعتقد انه الايام الاولى اللي انت بتحكي فيها على مستوى حقوقي سواء مؤسسات محلية او على مستوى دولي هي نفسها الصدمة اللي ما بنقدر نعفي منها اي قطاع او ما بقدر يتوقعها اي قطاع. احنا سنين قلنا قاعدين شكل النضال تبعنا محصور بشكل ما، انماط ما، محددات ما، وصار انفجار. الان انا لإلي بضل اطرح سؤال اليوم، لو بالاعلام رجع 7 اكتوبر صار بكره كيف ممكن نتصرف؟ لو في جامعه في بريطانيا او في جامعه في امريكا او في جامعه براون رجع 7 اكتوبر مره تانية، شو الخطاب اللي بدي احكيه؟ شو اللي بدي اسويه؟ بشوف انا من مكان انه في قطاعات لسه ما خاضت هذا السؤال، وفعليا مثلها مثل المتضامنين الموجودين الاجانب اللي قدروا يلاقوا تواصل مع فكره انه الفلسطيني عاد للوضعيه اللي احنا بنفضلها الضحيه، فاقاموا شكل او اشكال وحملات تضامن كبيره. انا بعتقد اليوم رامي انه جزء اساسي من مشكلتنا كانت في خطابنا السابق. احنا ب 7 اكتوبر تلقينا ضربه كمؤسسات حقوقيه، ناشطين، اعلاميين وغيره. اليوم عندي سؤال، كمؤسسات حقوقيه وانت عامل موجود فيها بسياقها وعندك كمان شراكات وعندك تعاونات، الخطاب تبع رامي عبده والخطاب تبع المرصد ما بعد 7 اكتوبر كيف تغير، او شو اخذ بعين الاعتبار على مستوى الخطاب والممارسه عشان احنا فعليا ما نرجع رامي عبده ينصدم لثلاث ايام، المرصد ينصدم لثلاث ايام، العالم اللي شغال في المؤسسات الحقوقيه ننشغل لثلاث ايام بشو بدنا نكتب في البيان اللي بدنا نطلعه؟ يعني انا بتخيل بالنسبه لنا حقيقه احمد، مش لانه احنا هيك، احنا لم نتعرض لصدمه بالتاكيد، لانه احنا كنا نتعامل مع هذا الواقع ونشاهد وجزء منه حقيقه، جزء من معركه الاقصاء، معركة تمييع الخطاب الفلسطيني، معركة نبذ الصوت خلينا نقول الجريء فيما يخص القضية الفلسطينية، كنا معيشينه وبالتالي لم يكن غريب علينا. لكن أنا بعتقد أنه يمكن حديثي هو يتأثر فيه شخص. فضل. أنا يمكن محتاج أوضح رامي، أنا مش كان قصدي على قضية التمييع، كان قصدي على مستوى الخطاب، بمعنى على سبيل المثال أنك يعني احنا ما كنا نتعاطى مع سؤال الدخول لمناطق مثل مثلا غلاف غزة وانك يكون فيها 1 2 3 4 5 من الاحداث، او انك انت تكون بدور الفاعل فيها. هذا انت ما يعني ما صعب انه في اي منظمة كانت تتوقع هذا الشيء او تستعد له على مستوى الخطاب. يعني انا لا شك بقول انه العمل الحقوقي بشكل عام بده اعادة اعتبار، واحد اهم المعايير اللي او النقاط التي يجب ان يعيد الاعتبار لها هو التحرر من القيود اللي بفرضها الممول، واللي مع الوقت للاسف ارتهن لها الخطاب الحقوقي والخطاب النضالي بشكل عام. الحركه الحقوقيه في البدايه هي حركه نضال، حركه نضاليه. على هذا الاساس يجب ان يعاد تعريفنا للمصطلحات والمفاهيم، وعلى هذا الأساس يجب أن ينظر للصراع مع الاحتلال الإسرائيلي في كل تفاصيله وكل جزئياته. العمل المقاوم حدوده أين؟ العمل المقاوم شكله كيف؟ العمل المقاوم من يقوم فيه؟ هل هو الشعب ككل ينخرط في هذا العمل المقاوم بأدوار مختلفة؟ والمنظمات الحقوقية جزء من هذا العمل النضالي؟ ولا هي جزء من رغبات وارتهان أو ترتهن إلى رغبة الممول الذي يسيرها كما يشاء؟ علينا أن نحدد أنفسنا، وتحديدا في المجتمع الفلسطيني، منظمات المجتمع الفلسطيني، هل هي جزء من الحركة النضالية الفلسطينية كما كانت في الانتفاضة الأولى؟ تعلم جيدا أنه في الانتفاضة الأولى العبء الأكبر كان على إدارة شؤون الناس، كان يعتمد على منظمات وجمعيات المجتمع المدني وكانت تلعب دور أساسي. اليوم مع التحول الوظيفي الذي حدث، المنظمات الحقوقية ككل عليها أن تأخذ قرار، ومنظمات المجتمع المدني عليها أن تأخذ قرار، هل هي جزء من الحالة النضالية الفلسطينية وبالتالي
تمزج ما بين متطلبات هذه الحالة النضالية الفلسطينية والمتطلبات الدولية التي تعطي هامشا واسعا بالمناسبة. يعني إذا نظرنا إلى أدوات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي تعطي هامش واسع للشعب الفلسطيني من أجل أن يمارس أدواته النضالية وأن يعبر بشكل كامل عن أدواته النضالية. هذا للأسف الشديد مع مرور الوقت لدى كثير من المنظمات لم يعد حاضرا، لذلك شهدنا حالة الصدمة. حالة الصدمة أنه كيف بدنا نتعامل؟ أنه هناك هجوم، إسرائيل لعبت في هذا الهجوم إعلاميا بشكل جيد، لدرجة أنه إحنا صدقنا على سبيل المثال في الأيام الأولى أنه كل الضحايا هم مدنيين، لأن إسرائيل جاءت قالت أنه والله في اليوم الأول إحنا بنتحدث عن 7 جنود، واليوم الثاني أعلنت عن 11 جندي، واليوم الثالث أعلنت عن 20 جندي. وصلنا بعد شهر ونص تقريبا من هجوم 7 أكتوبر أنه إحنا بنحكي عن حوالي 370 جندي إسرائيلي، وبنحكي عن 80 شرطي، وبنحكي عن 90 عضو في أجهزة مخابراتية واستخبارات. وصلنا إلى أنه أكثر من نص الضحايا مثلا عسكريين، وصلنا إلى أنه جزء من الضحايا اللي يقال إنهم مدنيين قتلوا بالرصاص الإسرائيلي. وصلنا أنه المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ومستشار الحكومة الإسرائيلية بيحكي عن اختلاف الأرقام، من 1400 صرنا 1200. طب ليش اختلفوا ونزلنا من 1400 ل 1200؟ والله هدول ال 200 كانوا جثث محروقة. كل هذا المشهد مرر علينا، وبالتالي لما كان الممول أو الجهة المانحة تطلب منك أنه أنت تصدر بيان لإدانة الحادث 7 أكتوبر، لم تستطع حتى أقول أنا أريد أن أفحص، أو لم تستطع أن تقول أنه أنا بدي أصدر موقف ينسجم مع موقفي كجزء من حركة نضالية للشعب الفلسطيني تحترم حقوق الإنسان وتحترم قواعد القانون الدولي، وبالتالي أنا بطالب بعملية تحقيق شامل حتى أطلع على ما يحدث. هذا لم يحدث، وبالتالي ضلينا بشكل أو بشكل آخر محشورين في الزاوية وخايفين أنه إحنا كمان بدناش نحكي عن الفلسطينيين الآن في المرحلة الحالية، نستنى يمكن موجة وبعد الموجة تنكسر حتى نبرر صمتنا أنه إحنا والله ما حكينا على 7 أكتوبر وبالتالي كمان ما حكيناش على الفلسطينيين. هذا المشهد لا يجب أن يتكرر، لا يجب أن يتكرر على قاعدة واحدة فقط، قاعدة أن تعرف هويتك كمنظمة مجتمع مدني. أنا شو هي هويتي؟ بس هذا رامي، هذا كتير أكبر من يعني أنت عم بتكبر المسؤولية عليهم. بدي أقسمها لقسمين. في قسم منها أنه 7 أكتوبر تأخر فعليا لبلش ينحكى سياسي ما بعدها، يعني بمعنى حتى تأطير الحدث نفسه بشكل سياسي اللي عشان يغطي لك الجوانب اللي أنت بتحكيها تأخر، ففعليا على مستوى القادة وعلى مستوى من قاموا بالعمل، فالناس فعليا انصدمت انه شو الخطاب اللي بدي اقوله هلأ، طب كيف بدنا نعمل. وبجانب تاني انت لانه ما عندك رواية، انت مش معتاد تحكي بقضية الـ نقاش المدنيين على سبيل المثال، او نقاش الاتهام بقضية انه صار في خطف اطفال وفي رهائن اطفال موجودين في غزة على سبيل المثال. هون انت ما اخذت رد وما تأطر كمان الموضوع سياسيا. بظن بالمنطق الاول الخطاب الوحيد المرجع تبعك هو الضيف ابو خالد الضيف اللي اشار فيه لموضوع المدنيين، والقصة الثانية اللي هي ابو عبيدة في اشارته لقضية المحتجزين انه احنا اخذنا ناس بالغلط وهم محتجزين ورح نرجعهم، ولكن ما دون ذلك ما عندك شيء. يعني انا عمليا ما بدي تأخذني للجانب السياسي حتى لا يصير خلط، لكن أنا رأيي في هذا الموضوع أنه يتحمل المسؤولية لكل الفلسطيني، كل مكوناته في مقدمتهم. لا أنا اسمح لي، أنا مش عم باخدك للجانب السياسي اللي أنت بتقوله سياسي، هو الجزء جزء من السياسة بس بديش أنخرط فيه بشكل لا موضوع. ليه ما أنت اللي بتحكيه يعني توقع من المؤسسات وعمل سياسي. أنا أتوقع من المؤسسات أن تمارس دور نضالي، والدور النضالي مش سياسة، هو حقوق، هذا حق الشعب الفلسطيني بالسياسة بغير السياسة بدك تأخذه. الآن العمل الذي حدث في 7 أكتوبر إشكالية الفراغ الذي حدث لا يتحمل مسؤوليته طرف واحد. وأنا عشان أكون واضح أكثر، اليوم إحنا في الخطاب الذي يتعلق بالجرائم الإسرائيلية وبما يحدث في غزة خطاب ضعيف ليس كالحروب الأخرى. ليش؟ لأنه عملياً الأجسام الفلسطينية أيضا خارج فلسطين خارج قطاع غزة لم تمارس دورها. يعني الانخراط اللي حدث مثلا في عام 2014 وعام 2021 من الكل الفلسطيني خارج قطاع غزة كان أكبر من الانخراط الحالي، رغم أنه كان يقوم بالدور الأساسي والأكبر الناس اللي في المعركة اللي هم أهل غزة تحديدا،
الإعلاميين تاعون غزة، الحقوقيين تاعون غزة، الأشخاص المتحدثين تاعون غزة، مكونات المجتمع الغزي. مكونات المجتمع اليوم الغزي مشلولة بفعل إنه العدوان عدوان شامل، فيش اتصالات، فيش حرية حركة، استهداف لكل شيء. وجدنا أدوار يجب أن يقوم فيها الآخرين ما قام فيها. لذلك على سبيل المثال في الضفة بفعل العصا الإسرائيلية لا منظمات المجتمع المدني بتحكي خايفة، ولا حتى المواطن العادي مستعد يعمل لايك لابوست أو يكتب منشور. هذا مفهوم مش مبرر أو مبرر، هذا شيء تاني. لكن عمليا نرى أنه إلقاء العبء على غزة لتخوض معركتها أو المعركة لوحدها كان أمر واضح. والفجوة التي حدثت فجوة يتحمل مسؤوليتها الجميع، يتحمل فيها أيضا صانع القرار اللي أخذ قرار الهجوم دون أن يهيئ ردود على كل الاحتمالات، هذا صحيح. ما توفرت مواد أو خطاب كامل وشامل من غزة، هذا صحيح. لكن هذا كان يتطلب أن يكون هناك أدوار أخرى من أنصار القضية الفلسطينية في الخارج ومن أجسام. بالمناسبة أنا أتحدث بوضوح، يعني اليوم إذا بتحكي عن الأجسام الفلسطينية بكل أجسامها لم تقم بهذا الدور، ما في حد قام بدور مساند حقيقي. خطابها لا في تعريف الخطاب ولا حتى في خوض المعركة، ونفس حتى الفصل قاد المواجهة إله أجسام موجودة في الخارج غائبة تماما وإله امتدادات. يعني اليوم إذا بتحكي على أكبر تنظيم موجود في العالم العربي، تنظيم منظم، شو هو التنظيم؟ هو التنظيم الأم للتنظيم الذي قام بهذا الهجوم. وين موجود على الساحة والفعل؟ غائب تماما، لا يقدم رواية. وبالتالي أنا أتفهم سؤالك، لكن لا أستطيع أن ألوم طرف ما إنه ما كان جاهز لتقديم رواية. بس أنت ليه أخذته لنقاش غزة؟ أنت ليه أخذته لنقاش غزة رامي؟ بس يعني ليه أضطرته بسياق غزة إنه غزة تخوض معركتها لحالها؟ لا أنا ما قلت ذلك من باب الانتقاص من أو نقل الأمر إلى كأنه غزة الجميع قصر فيها. لا، أنا ما أقوله إنه شعور الكل إنه يجب أن ينتظر لا أطر ومحددات ويكون جاهز بناء على التحرك اللي صار من غزة، هذا أمر خاطئ. الجميع صاحب قضية، والجميع كان عليه أن يكون جاهزا ولديه الإجابات على كل ما أثير، لأنه ما حدث ليس حالة استثنائية من عملية التدافع داخل النضال الفلسطيني. هذا الحادث تكرر، ممكن يكون مش بنفس المستوى، مش بنفس الحجم، لكن مفردات ما حدث في أكتوبر، في 7 أكتوبر، هي مفردات موجودة. واقع الحال يمكن سابقا لم يكن يدفعنا لأن نتعامل مع هذا الواقع، بس المفروض أن تكون كانت لدينا إجابات جميعا كيف نتحرك مع واقع 7 أكتوبر. هذا الأمر اللي أنا كنت حابب أقول إنه لا، المسؤولية مش إنه إحنا بدنا نكيف، إحنا يجب أن تكون لدينا القدرة مسبقا أن نتعامل مع هذا الواقع. لكن ارتهاننا للأسف الشديد وتماهينا مع برامج مختلفة على مدار السنوات الماضية خلى عنا القدرة على التفاعل مع الحدث اللي صار في 7 أكتوبر، يعني تفاعل ناقص أو عاجز أو تفاعل مش بحجم ما حدث في 7 أكتوبر. طب أنا بدي أروح، بدي أكون متفائل أكتر منك يعني، وأناقضك شوي، إنه بما إنه اتفقنا على إنه كان في تقصير على الأقل بتأطير الإشي سياسيا واللي سبب عجز ما، ولكن من مكان تاني حجم الضغوطات اللي موجودة اليوم واللي أنت أشرت لها بهذا الحوار بأكتر من شكل، ما خلتش ولا مؤسسة فلسطينية ترتهن للتمويل والدين، يعني لم تخرج أي إدانة فعليا حتى لفكرة الأخطاء أو التجاوزات كما سماها يعني ناطق باسم المقاومة، ناطق باسم القسام، ما حدا تبناها بأي بيان ولا بأي خطاب. وهذا بنظري شيء كتير إيجابي وشيء كتير قوي إذا هم مرتهنين بالحجم اللي أنت عم تحكي عنه. شوف، أنا في النهاية بنظر للأمر من زاوية الأداء على الأرض الفلسطينية. هذه منظمات إجباراً أو مسؤوليتها القانونية والأخلاقية أن تتحدث عما يجري من انتهاكات داخل الأرض الفلسطينية. ووفق التعريفات اللي بيقدموها هم كمنظمات أو بيتم تقديمها، أنهم إطار عملهم هي الساحة الفلسطينية. وما حدث في 7 أكتوبر عملياً
لا يدخل في إطار تعريفاتهم للساحة الفلسطينية. صح الهجوم انطلق من قطاع غزة، لكن الحدث ومسؤولية التحقيق عن الحدث هو بالأساس مسؤولية في مناطق تحت السيادة الإسرائيلية وتحت السيطرة الإسرائيلية، وبالتالي هذا يتطلب أن يكون هناك تحقيق. أنا حقيقة في موضوع 7 أكتوبر أنظر للأمر بمسؤوليات تجاه ما حدث من الطرف الفلسطيني أو من الجانب. هناك يجب أن يكون تأطير، هناك يجب أن يكون هناك تعامل يدافع بشكل أساسي عن منطلقات ما حدث وعن حيثيات ما حدث في إطار الرؤية النضالية الفلسطينية بشكل أساسي. هذا اللي كان مفروض من هذه المؤسسات ومنا جميعا. أنا لا أتحدث عن مؤسسات محددة بالمناسبة، أنا أتحدث عن الكل الفلسطيني. هذا لم يحدث، إحنا وقعنا في إطار الصدمة صحيح، لم نعرف كيف نتصرف هذا صحيح، تأخرنا في التعاطي مع ما حدث أو تقديم رواية لما حدث وتقديم إجابات عن ما حدث، هذا صحيح. هذا باعتقادي لا يجب أن يكون أولا، لأنه هذه ليست حادثة استثنائية في تاريخ النضال الفلسطيني، بالعكس يجب أن نكون جاهزين بكل هذه الإجابات. وأعتقد حتى المقاومة الفلسطينية بالمناسبة قدمت إجابات مسبقة وتعلم ذلك، ولاحظنا على سبيل المثال في عام 2014 و2021 عندما كانت تطلق صواريخ على سبيل المثال، وحتى في الحرب هذه في بعض الأحيان كانت تقول إنه تمام الساعة 9 سنضرب هذه المنطقة عليكم إخلاءها، تمام أو هذه المنطقة يجب إخلاءها. هذا يدلل كمقاوم أو كفصيل يدرك كيف يخاطب ويدرك كيف يتفاعل ويتعامل مع الحدث. هذا الأمر لم ينسحب على مكونات المجتمع الفلسطيني الأخرى، وانتظرنا بشكل أو بشكل آخر أن يأتي التوجيه من هذا الطرف أو من هذه الجهة، في حين أنه هذه مسؤوليتنا جميعا. هذا الذي أقوله، لأقوله أنه الجميع كان يجب أن يكون جاهزا لسيناريو مثل ما حدث في 7 أكتوبر. يجب أن يكون هناك إجابات، هذه الإجابات يجب أن تكون حاضرة، لأنه كما قلت 7 أكتوبر هو حدث مستمر ومتواصل، وليست المرة الأولى على سبيل المثال الفلسطيني يتهم بأنه بيختطف أو يتعامل مع مدنيين. هو الحرب عام 2014 قامت على شيء، على إيش؟ قامت على أنه حدث حالة اختطاف لثلاثة فتية من الخليل، وقامت إسرائيل بشن حربها عام 2014، ومثل هذه الأحداث تتكرر. والإدعاءات الإسرائيلية، لاحظ الخطاب الإسرائيلي، هناك مفردات للخطاب الإسرائيلي. الإسرائيلي مثلا عامل قاموس اسمه إسرائيل ديكشنري عام 2009 بيحدد كيف تتعامل، وهو منشور بالمناسبة على الإنترنت ويوزع على كل الإسرائيليين، كيف تتعامل مع الإدعاءات الإسرائيلية الفلسطينية، وكيف تتعامل لو حد سألك هذا السؤال أو سألك هذا السؤال. لو اطلعت على هذا الدليل تجد أنه نفس المفردات من 2009 لليوم أو حتى منذ قبل 2009 بيتم استخدامها، وبالتالي المفردات لدى الإسرائيلي واضحة موحدة محددة، لكن إحنا لم نستطع أن نتبنى ردود واضحة على ما يقول الإسرائيلي. الإسرائيلي نفس الاتهامات اللي بيسوقها في 2009 وبال2012 وبال2014 و2021 والحرب الحالية هي نفس الاتهامات، يعني لا يوجد اتهامات جديدة. قد يتحدث أنه والله إيغال أكبر أو وحشية أكبر في التعامل مع المدنيين الإسرائيليين، إذا لا الواقع اسمه. جديد رامي، الواقع جديد، إحنا ما عنا يعني الاختطاف الثلاثي هو عملية موجودة في الضفة. يعني أنا باعتقادي إنه إعطاء الحق 7 أكتوبر إعطاءه حقه بكبر من مسؤوليتنا وبيحدد فعليا مواضع الضعف تبعتنا، اللي بيخليني اليوم سمو. أخوض معك وأصر فعليا على مراجعة إحنا شو سوينا ما بعد هالصدمة اللي صارت، لأنه ممنوع تتكرر ولا بأي شكل. على مستوى الخطاب واضح لنا، ولكن أنا ما بقدر أتعاطى. يعني أنت اليوم لما أمنستي بتيجي بتقول بتطلع بيان إنه في غزة فيه 33 طفل، اوكي، والمرجع تبعها خطاب نتنياهو، هل هنالك مقابل هذا الخطاب رد نفي او تاكيد؟ لا. طب انت كيف بدك تتعامل لما بتكون في جامعه في امريكا؟ يعني هذا خطاب جديد عليك او هذا حدث جديد؟ يعني هي المساله مش يعني حتى نفرق بشكل او بشكل واضح، احنا ما بنحكي عن احداث محدده، احنا بنحكي عن الحدث ككل. الحدث ككل كبير، لكن مفردات هذا الحدث هي مفردات نحن نعيشها بشكل دائم. حديث إسرائيل عن اعتداء على مدنيين أو اعتداء على أطفال هو حديث سابق، قد لا يكون بنفس، لا مش بنفس المستوى، مش بنفس الحجم، لكن في النهاية كانت الردود يجب أن يتم التعاطي. صح ما فيش معلومات، لكن على الأقل كان هناك
جهد يمكن أن يبذل من أجل التحقق من هذه المعلومات. وأعتقد أنه لاحقاً شو اللي مكن الناس أنه تطلع مبادرات على سبيل المثال من أفراد أنه يفندوا الإدعاء الإسرائيلي بخصوص قطع الرؤوس؟ يعني عملياً ما صدر من الفصائل الفلسطينية تصريح بيقول كم واحد قطع رأسه، لكن وجدنا مبادرات فلسطينية تتحدث وتفند الإدعاءات الإسرائيلية وتظهر كذبها. وجدنا مبادرات فلسطينية على سبيل المثال أو من بعض وسائل الإعلام تفند الإدعاء في موضوع الاغتصاب. لم يصدر تصريح واحد حتى الآن من الفصائل الفلسطينية تحدث عن هذه الاتهامات بشكل مباشر ويفندها، لكن كان في قدرة لدى الفلسطيني ولدى أنصار الشعب الفلسطيني أن يفندوا مثل هذه الادعاءات. هذا جاء متأخرا، الأصل أن لا يأتي متأخرا. هذا الذي أتحدث عنه. صحيح أنه إحنا يجب أن نكون كان يجب أن نكون جاهزين للادعاءات الإسرائيلية وللتعاطي مع هذه الادعاءات، لأنه إحنا قادرين أن نفند هذه الادعاءات وبالفعل نجحنا، لكن إحنا استسلمنا تماما للرواية الإسرائيلية واستخدمنا واستمعنا بشكل كامل للدعاية الإسرائيلية. يعني إحنا بنعرف أن الاحتلال الإسرائيلي دائما يحاول أن يمرر ضحايا بالقطارة، هذه ليست المرة الأولى. عندما يتحدث عن مدنيين وأعداد المدنيين إحنا بنعرف أنه دائما بيكون كاذب. كان يجب أن نتعامل بشكل مبكر مع هذه الروايات. لاحظ قصة قطع رؤوس الأطفال، تعاملنا معها وتعامل معها الشعب الفلسطيني وأنصار الشعب الفلسطيني بعد تقريبا 15 يوم أو 16 يوم، وبالتالي هذه الرواية أخذت حقها وأخذت زخمها واستطاع الاحتلال الإسرائيلي تمريرها. مثل هذه الأمور كان يجب أن نكون جاهزين إلها من البداية. الآن هذه مسؤولية طرف دون الطرف الآخر؟ لا أعتقد، أعتقد أنها مسؤوليتنا جميعا، لأنه جميعا نستطيع أن لا نستسلم للرواية الإسرائيلية، خصوصا أن نحن أصحاب تجربة. يعني مش معقول، أنا أقول لك بصراحة إحنا جزء كبير من المنظمات والأفراد استسلمنا في البداية لفكرة أنه عملية الاستهداف هي استهداف للمدنيين. يعني اليوم إحنا بنحكي عن الحفل، حفل نوفا على سبيل المثال. طيب في كثير من الناس بيعرفوا أنه حفل من نوع نوفا يعني يتضمن سلوكيات هي في جوهرها قائمة على التحرش بين المشاركين وقائمة على خلع الملابس بين المشاركين، وبالتالي جزء مهم من هذه المشاهد يمكن أن يكون جاء نتيجة أنه طبيعة الحفل هذا، لا أذكر حقيقة المصطلح المستخدم لمثل هذه الحفلات، يقوم على ذلك. والجزء مهم من الفلسطينيين على الأقل بيعرفوا طبيعة هذه الحفلات، لم يتحدث أحد، بالعكس استنينا إحنا يطلع تقرير من هآرتس ويحكي إنه والله حفل نوفا. وعمليا لو بحثت جهد بسيط من البحث لاحقا هذا أدركته أنا، تدرك إنه والله الحفل هذا فيه اشتراطات، إنه تمشي مسافة بعيدة لحالك، وإنه أنت حيكون في سلوكيات مثل الاختلاء في بعض والتعري، وفي حين إنه الصورة اللي اليوم يتم تداولها لأحد المختطفات الإسرائيليات اللي هي عارية، ومررت هذه الصورة أنه الفصائل الفلسطينية قامت بتعرية هذه الفتاة، أعتقد هي الفتاة الألمانية، في حين أنه هي بالأصل كانت عارية، كانت على هذه الوضعية. وبالتالي أنا بعتقد أنه المسؤولية كانت يجب علينا أن تكون مسؤولية جماعية، يجب على الجميع أن يكون متحضر لمثل هذه المشاهد، لأنه عندنا دراية وخبرة في مفردات الرواية الإسرائيلية. إحنا استسلمنا لمفردات الرواية الإسرائيلية وانتظرنا أنه يطلع الفصيل الفلسطيني الفلاني يحكي قديش عندنا أطفال، واستسلمنا أنه يطلع الفصيل الفلسطيني يقول أنه والله لا ما صارش عندنا اغتصاب. أو حتى هذه اللحظة بالمناسبة إحنا بنستنى الرواية للفصيل الفلسطيني، وهي رواية مهمة ومطلوبة بالمناسبة، شو اللي صار في حفل نوفا على سبيل المثال، بدنا الرواية، بدنا الرواية منهم، في حين أنه إحنا قادرين. لما الإسرائيلي والمناسبة وسائل الإعلام الإسرائيلية حتى اللي كانت عندها جرأة في خلينا نقول تقديم روايات نوعا ما أقرب للموقف الفلسطيني أو أقل حدة ضد الموقف الفلسطيني مثل هآرتس، كانت خايفة مش مستعدة تحكي. اليوم بعد العدد الكبير من الضحايا في غزة بدأت تصدر بعض التقارير، وكأننا ننتظر أنه محقق من هآرتس يتحدث ويقول الحفل صار فيه عمليات كذا وكذا وكذا، أو والله فيه عمليات قتل لمدنيين إسرائيليين كانوا محتجزينهم، إذا جازت التسمية كانوا محتجزينهم المقاومة ومحتجزاهم المقاومة، زي مثلا ما حدث في مستوطنة بئيري. نحن ننتظر التفاصيل من المقاومة الفلسطينية، في حين أنه منها نعرف الإسرائيليين كذبين،
الإسرائيليين عندهم قانون هانيبال، الإسرائيليين يتصرفوا بشكل دعائي، وكان ممكن جهود بسيطة تفند ذلك. يعني أنا مثلا أنتوا إيش سويتوا رامي طب الأيام الأولى عشان تفندوا هذا الحكي؟ إحنا حقيقة لا نعمل في إسرائيل أو المناطق الإسرائيلية. إحنا ما قلنا بشكل واضح أنه في انتهاكات حدثت في غزة، وضعناها في إطارها، في إطار الحصار، إطار المعاناة، وكان خطابنا قائم على أنه الشعب في غزة بذل كل الوسائل من أجل وقف الحصار. ولعله جزء مهم من خطابنا كنا بنحكي أنه هؤلاء الجنود على سبيل المثال شاركوا في تفجير ركب الشبان الفلسطينيين عام 2018. مين هدول الشبان؟ هؤلاء الشبان اللي خرجوا سلميا يحتجوا على حالة الحصار. مثل هذا الخطاب هو وضع ما حدث حقيقة في إطار المعاناة التي عاناها الفلسطينيين والانتهاكات التي يتعرض إلى الشعب الفلسطيني. بس قصدي على جانب التوثيق إيش سويته على جانب التوثيق أو التفنيد؟ في 7 أكتوبر لا نستطيع، لم نقم بأي جهد حقيقة لأنه لا نعمل في وأنا باعتقاد كتير ناس من اللي إحنا بنحكيهم نحكي عنهم هم بهذا الإشي، لأنه هلأ مثلا بحفلة نوف أنا عملت التحقيق مرة تانية أنت شفته. نعم. مثلا وضعية قصف الطيران هذه معلومة مش أنا وإنت بنقدر نحصل عليها، بس المقاومة بتقدر تحكي لنا عنها. إذا بترجع لخطاب العروري فعليا كان بيحكي بهانيبال، بس هو الوحيد اللي حكى بمقابلة ثانوية مش مقابلة رئيسية على الجزيرة على سبيل المثال. سؤالي أحمد، ليش أنت استطعت أن تقوم بجزء يضحض الرواية أو يشكك في الرواية الإسرائيلية وغيرك ما قدر؟ أنا لا أتحدث عن مؤسسات بالمناسبة، لما بنحكي الآن أنا ما بحكي، أنا فهمت سؤالك بشكل ليس له علاقة بعمل المؤسسات الحقوقية فقط، لأنه عمل المؤسسات الحقوقية بالتأكيد محدود. أنا أتحدث عن الكل الفلسطيني، استجابة الكل الفلسطيني، أنصار القضية الفلسطينية. لا، إحنا وقعنا في فخ الرواية الإسرائيلية، الجميع وقع في فخ الرواية الإسرائيلية واستسلم لها وبقي تحت تأثير الصدمة إلى أن بدأت تظهر بعض المبادرات. هل قلت إحنا والله في واجبات على الطرف اللي في غزة أن يقدم روايات؟ في واجبات. هل هو قادر يقدمها؟ هل هو عنده حسابات أن يقدمها وما يقدمها؟ موارد. لكن هل في أدوار كان علينا أن نكون جاهزين من أجل أدائها؟ أنا بقول جميعا كفلسطينيين وكان صار للشعب الفلسطيني كان في واجبات، يجب أن لا نستسلم للرواية الإسرائيلية. إحنا استسلمنا للرواية الإسرائيلية، لم نخوض أي جهود لضحض الرواية الإسرائيلية، خضناها بشكل متأخر. اليوم في مبادرات، في أحمد مثلا شاب عنده منصة على سبيل المثال بحاول أتذكرها، مش ذاكر اسمها حقيقة، تنتهي بدوتكو، قدم رواية حول استهداف المدنيين، رواية رائعة، لكن جاءت هذه الرواية للأسف الشديد بعد شهر ونص من الأحداث، في حين أنه المعلومات حول ما حدث أو وثقها في المقطع اللي نشره أو التحقيق اللي نشره كانت موجودة في الأسابيع والأيام الأولى على سبيل المثال. وهذا الأمر بيحكس أنه جزء مهم من ما ينقل اليوم عبر الرواية الفلسطينية كان موجود في الأيام الأولى، لكن إحنا استسلمنا استسلام كامل للرواية الإسرائيلية وتركنا الرواية الإسرائيلية أن تمر. بتمنى فعليا أنه ما نرجعش لصدمتنا، يعني هو فعليا 7 أكتوبر أحيا يعني أحيانا وكفكفنا كلنا بلا استثناء بكل قطاعات شعبنا أفرادا وجماعات ومؤسسات. واضح انه احنا فعليا كان في عنا حالة جمود كلياتنا كنا شاطرين بالنقدها، ولكن احنا كنا جزء منه وكنا جزء مؤثرين اصلا فيها واساس بهذا الجمود. ف يعني السؤال اللي حاضر عندي دائما اليوم واللي بيستفزني وهذا هو اللي بدور عليه، انه في حال رجع 7 اكتوبر بكرة الصبح مرة تانية صحينا ولقينا الحدث تكرر، ما بنفعش مرة تانية نرجع نوقف على نص الأرضية أو نرجع نعمله. بتمنى هذه المحاولة فعليا هذا الحوار. شكرا رامي، يعني كان إضافة ومساهمة فعليا بمحاولة عدم تكرار الأخطاء اللي وقعنا فيها باللحظات والأيام الأولى ما بعد 7 أكتوبر، أو شعور الضعف على الأقل اللي مش المفروض يكون عندنا بعد لحظة قوة يعني مثل اللي كانت موجودة. فشكرا جزيلا لإلك. شكرا أحمد، شكرا على الفرصة. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لكم جميعا، يعطيكم ألف عافية. بتمنى هذا الحوار كمان ساهم مثل ما ساهم رامي بتوضيح بعض التفاصيل لإلي بتحديدا المساحة الحقوقية.
إذا أنا طالع بهذا اللقاء يمكن طالع بمكان أنه ما بقدرش حتى أتعاطى مع أي مكون من مكونات شعبنا، ولا مؤسسات مجتمع مدني ولا إعلام ولا حقوق ولا غيره، بمعزل عن شعبنا، لأنه بيأثر وبتأثر بشكل مباشر، والأشياء اللي بتصير علينا على مستوى أفراد كمان بتصير على مستوى هذه المساحات والمكونات. شكرا جزيلا لكم، نلقاكم في حلقة جديدة من تقارب الأسبوع القادم. شكرا.